العزيز زيزو يعني مش صبيه مش عتاب بيحصل معايا الكهرباء اللي زينا يا ولدي صغيرين في عينين الناس يا معلم بقول لك 20 نقل لما ظهري طقطق انا شايفك كبير ومريح يا عبد العزيز بس انا قصدي تفضل شاطر على طول لحد ما تاخد الشهاده الكبيره جامع كلمه شر شرور اشرار دي الجامع بتاع شرير وخوفي عليك من شارع عبد العزيز وشغل السريحه ده هو اللي خلاني ازعل وما تخافش عليا انا هبقى كبير قوي اصبر يا اصبر الغسالات استلمها في ميعادها والباقي بتاخده ان شاء الله قبل الميعاد هتستلم البضاعه سلم البضاعه انا كنت هسلمها النهارده ممكن حرم من الورث وهو حي لكنه خلفك لاجل ما تشيل حموله واذا كنت ناوي تدفن ابوك هنا يبقى لازم تتجوز بنت عمتك رتيبه دلوقتي قلت ايه ولو ما اتجوزتش بنت عمتي يبقى تاخد ابوك وتدفنه مطرح ما جيت ماشي اللي يمشي في المولد يتحمل زق الدرويش وده مش اي مولد لا ده مولد سيدي شارع عبد العزيز العنبيه لا وقت الطيب وتسوي فيه اوعى تقطفها بلاوانها الله كريم بتحنا تنط لحد فين بنط لفوق قوي مبقاش ليا حدود ولا سقف انا عمال بجهز لك الورق عشان تعرف تستورد من بره انت مش مصدق انك بقيت معلم بجد وعندك عين وراس مال معاك فلوس هتاخد ما معاكش برضه هتاخد بطلت اطاطي والم المتكسر ومن هنا ورايح اهم براسي لفوق لفوق قوي غصب عنك وعن وعن الدنيا دي كلها هو انت فاكر ان في حاجه في شارع عبد العزيز بتحصل وتخفى عني حلو قوي يا شيخ انت ايش تعرف تشوف الدنيا عبد الرحيم دي يا ام عبد الرحيم فين عايز احط له ورده سابت له دناه وراحت والواد حبت عيني كل شويه عيان وسخن يعني ايه بقى دوك يعني كده قلت لك 50 مره هيقول لك ماما عشان الدكتور انت بتشتغل ايه حبيبي يا عم لطفي والله يا باشا انا استخرت ربنا وقررت ارشح نفسي للمجلس الدوره الجايه والحزب بتاعهم ده مجرد وقر وقر بيتقابلوا فيه عشان يخططوا ويتكتكوا هيسرقوا الشعب ازاي ويخلوا خير البلد ازاي احنا عايزين ناس حلوه للمرحله اللي جايه عبد العزيز اصل تربيتي ما عليك عبد العزيز نجح زي ما سعادتك امر اخترناك تبقى شريك لينا العبرة في النهاية يا ولدي براحة الضمير عشان كلنا هنموت وعن جابر الرب عادل هيسألنا عن كل حاجة واللي ينسى انه هيموت يبقى يعمل ما بداله خاف من الموت يا عبد العزيز خاف من الموت يا ولدي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك عن من يشاء صلى على النبي صلى على النبي
فوق بقى، دي سبابة الحاج شرشابي، مش فاكرها؟ هي مش كانت متجوزة ولا ايه؟ لا، دلوقتي هي مدوراها. يعني ايه؟ ايه؟ اسأل الراجل الطيب ده، تعالى يابا. مولانا استشارة هندسية. ايه؟ يعني ايه مدوراها؟ قصدك على سناء؟ يعني مدوراها. يا خارجة من باب الحمام وكل خد. صلي على النبي، اللي يحب النبي صلي عليه. نشعر كمبيالة كتير على البيت يا أم سعيد. أمال يا أختي عايزة تشوريها وتجهزيها وتجوزيها. بلوشي يا ولاد، أنا بعمل لك خدمة إنسانية. صلي على النبي يا أم سعيد، أرقيكي ولو إنك متحسنة. الله أكبر في عينك يا مهاب، بمشي غور من هنا. هذه جنيه أجيب سكالانس. وده ايه السكالانس ده؟ حلاوه بالقشطه. يا دمك، امشي يا واد امشي. صلي على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي، تفتح في عسل باذن الله. صلي على النبي، صلي على النبي، اللي صلي على النبي يكسب. تفتحكوا فل ان شاء الله. الله، زعتر بوخر اخويا، بوخر بوخر، حضر الملائكه عشان ربنا يكرمنا. ايوه كده، خش جوه كده يا عم البضاعة. صباح الفل يا معلم. صباح الفل يا حبيبي، بخر يا حبيبي بخر. بقول لك ايه يا شاف؟ ايه يا معلم؟ فلوس الغسالات اللي عند شرشابي فين؟ اللي سفح فلوسه من الواد ابنه. لا، الفلوس بتاعت الغسالات في الفواتير. هي فواتير يا عم بيبيع ايه؟ انا عايز فلوس في الخزنه عندي، مش فواتير. يبقى نجيب الوصلات الامانه نطلبوا بيها. بص دول، ايوه دول بيسموه. اتفضل تطلع على هناك على شيش شاي، حك معانا. ها؟ ماشي. يجي له يمين، يجي له شمال، المهم انك انت تجيب الفلوس وتيجي. انا يا معلم. وليك الحلاوه. انا معلم. انا ايه؟ انا ليه خدمه عندك؟ ايه يا حبيبي؟ عصمت قالت لي انت محسود. عصمت مين دي؟ امي قالت لي انت محسود، عايز اتبخر. عصمت امك؟ اه. صدق ان انت امك ما بتتكسفوش. يلا يلا من هنا يلا. ده شكله واحد عايز يتبخر. ازيك يا زعتر؟ عامل ايه يا معلم؟ ايه اللي بقى الشارع؟ والله يا معلم، هو من شارع لشارع وربك هو اللي بيرزق. خد خلي دول معايا. تسلم يا معلم، من يد من عدمها. خليك. وانت عارف بقى، لما تمدح الحبيب الحاجه في ايدك تطرى وتطير. الله، حلو قوي تطرى وتطير دي. طب هات بقى، هات عشان اخليها تطرى وتطير. خد يا حبيبي. ايه ده؟ عشان تطرى وتطير هات ايدك التانية. تعمل ايه؟ شم شم مسك. اه طرت؟ طابت. طابت. آه. الحمد لله. يلا حبيبي، بس انا عايز فلوس. لا، ما انا اديتك. لا، عايز حبيب. فلوس تاني، ولا خلي سيدنا ابو الشوارع يغضب عليك. ولا ابو الشوارع ولا الشوارب. يلا حبيبي من هنا. يلا، هي مش ناقصه اصلها. صلي على النبي، ده كله دجال في دجال. فتها عليه مرزاه كريمه رب. يا ابني احنا لسه الصبحنا. ايه بس اللي يخلي المعلم بتاعك عايز يقفش على طول كده؟ بصراحة يا معلم، الحركة اللي عملها عاصم بيه ابنك طالعة من نافوخ المعلم، وبعدين هو له إرشادات عايز يلمها. لا يا أخويا، أنا عارف المعلم بتاعك ما يحبش قرشه يبات بره حضنه. عموما حط الوصلات دي في جيبك، أنا هديك فلوس بتاع الشغل اللي نشتغل بيه دلوقتي، وربنا سهل بقى، وربنا يسامح اللي كان السبب منه لله مطرح ما هو قاعد.
ماشي يا معلم، بس هو كلفني اقول لك كلمتين عشان الايام الخوالي القديمه والعيش والملح. هو مش عايز يرفع عليك قضيه، هو عايز يلم الارشادات بتاعته اللي في السوق. يرفع بيهم قضيه يا عم الحاج، واحنا بنتهدد؟ ارفعها على عاصم بيك، هو في امريكا لو يعرف يجيبه من امريكا. هي بقى كده خلاص يا عم؟ استنى، لا كده ولا كده. بطل، عدى عليا اخر النهار، يمكن ربنا يكون فتحها علينا ونسد بق المعلم. ماشي يا معلم، ماشي. ذوق بقى، ما تبقاش كده. اديني ماشي اهو. ايه البواخه دي؟ منك لله يا عاصم، منك لله. مطرح ما انت قاعد حوجتنا للكلاب اللي زي دول. صلي على النبي، صلي على النبي، اللي يصلي على النبي يكسب، اللي يصلي على النبي يكسب. عليه الصلاه والسلام. صلي على النبي، صلي على النبي، تفتحكوا فل ان شاء الله. روحي يا زعتر، لسه ما اصطبحناش يا حبيبي. ما تسيبه، سيبه يا عم، بخر يا قاضي، يمكن ريحه المحل تنضف. خد. انا هبخرك اهو يا معلم. خد يا هلا. هات جنيه. الله، هات كمان جنيه. لا يا 10 جنيه اهي. 10 جنيه؟ ادعي بقى. ده انا هدعي لك عن سيدنا الحسين ابن بنت النبي. يا رب يا رب تجيله بوتاجاز. يا رب يا رب عديها على خير يا كريم، يا رب يا رب. تبيع المحل كله اللي جوه المحل يا عبيطه. بيع المحل ليه؟ ماشي، صلي على النبي. صلي يا عم، عجلك بقى. سيبني بقى. صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. يا رب. شفتك عشقتك، ومين يقدر يمانعني؟ يا بدر كتر الجفا والصد مانعني، لا بسهر ارتاح ولا بنعس يجيني نوم، لا اكل باكل ولا ليا جلد عالصوف. والنار، النار بترعى فؤادي، ما انت مانعني. الله يا عم زكريا، الله يا عم زكريا. السلام عليك يا عم زكريا. موال ده عم زكريا؟ لا، ده مونولوج. مونولوج بتاع مين؟ بتاع شكوكو. شكوكو مين؟ شكوكو واو. جاي مع مين ده؟ سيبك منه، ده ورد جديد. ورد جديد حبيبك وصل المحكمة. دلع السلامة. الله يسلمك. يا حبيبي، عملت ايه في الاستئناف؟ مفيش فايدة يا عم زكريا، عاملينها كوتشينة، وكل ما اطلع من قضية اغرس في التانية. طب تعال تعال اهو، اقعد خد نفسك. يلا حبيبي انت اهو، يلا في اجتماع. يلا روح اسمع شكوكه في حتة تانية. ماشي يا عم زكريا. لا احبابه وناس اصحابه. ايوه غصب عنك. وانت المحامي بتاعك مش كان مقدم على التسوية؟ والله ما بقتش فاهم حاجة بقى. البنك جمد كل فلوسي، واملاك اللي شقيت عليها طول عمري محجوزه على معظمها. انا حاسس انها باظت يا عم زكريا، وكل مدى بغرز اكتر. معلش معلش، اصبر. هانت هانت ازاي بس يا عم زكريا؟ هانت ازاي؟ انا كل مره بروح المحكمه بقول ربنا هيفكها وتتحل، الاقيها بتضيق اكتر. بص بقى، رحمه ربنا اوسع من كل شيء، خلي عندك شغف الله. وبعدين اعتبر نفسك يا سيدي ان انت في منتجع سياحة بتقضي لك يومين، وادي احنا من الشمس ولا ايه؟ فك بقى فك. معيش فك. حلوة حلوة. عارف انا بحبك يا عم زكريا؟ عشان انا بحبك وبخاف عليك. لا مش كده وبس. ايه؟ عشان كل ما ابص في وشك افتكر ابويا. بس هو بقى ما كانش بيعرف يقول كلام متستف يعني زيك يا راجل. عشان الكلمتين الحلوين دول بقى. ولا سبق سبق. لا يا عم زكريا، اتنين شاي حلوين. هذا العناء يا عم زكريا. انت فاكر نفسك قاعد في قهوه في المغربلين؟ والله نفسي. تصدق بقى، نفسي اقعد على قهوه في المغربلين واشرب سطل حلب حصى وحجرين معسل من اللي بيعلمه في الدماغ. بس الليله تكون شتاء. وانت جيت في جمل اهو يا سيد. ايه ده بتنطل بقى ايه؟ خد حبه رعد بقى.
ما لطش علام فين عم زكريا؟ ما شفتوش. ادي يا سبق. نعم. الواد شعلان فين؟ ما شفتوش؟ تلاقيه بيلقط رزقه في الزيارة. تاني يا عم زكريا. تاني. أنا مش هممني أي حاجة يا باشا. أنا عايز أسيب البلد دي وأمشي. إيه يا دودي؟ ده دي اللي بيتلعب. يا نطلع منه كسبانين يا نطلع خسرانين. وبعدين انا هعرفك انت اساسا امن دوله. انا لا ليا لا بديل ولا بلعب. انا عايز اقعد في وسط عيالي. وبعدين اشمعنى زيزو يعني هيخلص قضيته ويطلع في السليم؟ لا، مين قال لك انه هيخلص؟ عبد العزيز من رجالتنا ولازم نقعد كلنا مع بعض عزوه. من رجالتنا ازاي بس يا باشا؟ مش زيزو ده اللي اتقلب علينا واشتغل لحسابه؟ هو هنا لانه محسوب علينا، وبورقة صغيرة للنائب العام تتجدد له قضية ويقعد معانا. واحنا ايه اللي قعدنا هنا من اصله؟ واحنا معانا مستندات وتسجيلات وكله على راسه بطحة. قعدنا هنا امان لينا، وطول ما احنا موجودين في مصر حتى لو في السجن فاحنا ملوك. احنا ما نهربش يا دوري لان دي بلدنا. بص يا باشا، بصراحة انا تعبان وعايز استريح الباقي من ايامي دولاني. ومين قال انك تعبان؟ ما انت مرتاح اخر راحة. باشا القهوة خلصت. تمام، خد يا ارباب. ربنا يخليك لنا يا كبير. عايز يطفش والزبون التاني قافش عليه. بس بصراحة شكلهم بيعزوك قوي يا عبد العزيز. بيعزوني وقالوا ايه كمان؟ الصراحة بعد ما ظرفوني درج الدخان ما حسيتش بنفسي، مع انه من اموال الشعب. فين اموال الشعب دي؟ وريني كده. ها؟ اموال الشعب فين؟ أنا الشعب يا شعلان. وأنا شعلان أرباب. إيه؟ معبي الدنيا في جمجمتك ليه يا عم زكريا؟ فين المرتقانة حداد؟ موجودة شعلان. خد يا صاحبي. يا رجل وحد الله بقى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مالك بقى؟ مليش. طب لو مالكش أمال مالك؟ قديمة. ما أعمل إيه بقى يا عم زكريا؟ أنت اللي علمتنا القديم كله وعرفتنا ان الشغل القديم هو الشغل الاصلي الصح. بس انا مستغرب ازاي عم زكريا اللي بنشوره في كل حاجه، الراجل اللي بالدماغ دي، توديه هنا في الحزن والهم والقرف. يا
وبعدين يا عم زكريا هنفضل كده لحد امتى؟ كل ما عاد زياره تروح تقلب بعينيك وسط وشوش الناس ومفيش حد بيجي، وترجع هنا تتكوم وتقوم تاني في ميعاد الزياره وتروح ومفيش حد بيجي. يا عم زكريا مفيش حد بيجي. انا عايش على امل عبد العزيز، انا ببعت جوابات لخالتها طول الوقت، وخالتها دي كان في بيني وبينها ود، على امل انها يمكن في يوم من الايام قلبها يحن وتجيبها معاها في الزياره. يعني انت لو شفتها هتعرفها؟ طبعا هعرفها، قلبها هيحس بيها. يا راجل ده انت سايبها من 15 سنه، دي كانت عيله قد كده. ال 15 سنه دول صورتها ما فرقتش خيالي لحظه واحده. كل سنه كنت بشوفها وهي بتكبر قدامي حته، لدرجه انهم لو وقفوها دلوقتي في وسط 1000 واحده من سنها برضه هعرف اطلعها. تاخد نصيبك في اموال الشعب عشان نحرق قلب الواد شعلان. خد نفخ في همومك وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني ايه الخيانه بتلزق انت راخر يا عم زكريا؟ ما كنت طلقها وفي 60 داهيه المركب اللي تودي. ما قدرتش، ما قدرتش عبد العزيز. ساعه ما دخلت وشفتها هي وعشاها الدم ضرب في نافوخي، دم غلي، ما فوقتش الا ودمهم سايح والكلب شاف في ايديا. حتى لما روحت النيابه لساني اتعقد وما قدرتش اتكلم. هقول ايه؟ قلت يا زبا ايه؟ هي مين دي بس؟ حنين، حنين بنتي، ذنبها ايه يا عبد العزيز؟ انها تقضي بقيت عمرها وهي شايله تركه تقيله زي دي، شايله تاريخ اسود، اب في السجن أم خاينة، قلت كفاية عليها حمل واحد، كفاية إنها تفضل فاكرة إن أبوها هو اللي مجرم، هو اللي قاتل، لحد ما تكبر تقدر تفهم. وأنت ذنبك إيه؟ أنا ممكن أستحمل عبد العزيز، ممكن أستحمل عذاب سنين ما يهمنيش، بس هي لو حسيت إنها بتتعذب ثانية واحدة ساعتها الموت هيبقى عندي أهون. ده أنا غالي عبد العزيز، ده أنا غالي. بكرة هتفتكر كلامي ده. طب ولع. يا ولع. طب اطفي. اطفي بقى. اطفي المراوح دي وصلي على النبي. مين ده؟ استغفر الله العظيم. والله انت حبيبي يا عم زكريا. هنعمل ايه؟ ما احنا اللي لازم نشيل عن بعض. كلنا ولادك. ما تقول لي حاجه بقى كده في الحنيه والحب من حاجاتك الحلوه. كده؟ اه ادينا حاجه كده طلعنا من المود ده. مسير عقلك هيرجع يوم في راسك وتعرف حبي فيك كان قد ايه وتندم. الله عم الشباب والله العظيم. الله عليك عم زكريا، يا رايق يا فنان. بقول لك ايه يا حبيبي؟ اوعى تتشقى وتنزل من العربيه. انا راح اجيب الايجار وراجع على طول. حاضر يا تاتو. حبيب تاتو. اوعى تتشقى. السلام عليكم يا عم كامل. السلام عليكم. ازيك يا عم كامل؟ انت فين يا عم كامل؟ وعليكم السلام يا استاذ.
استطاعت. ها يا استاذ سامي حساب الايجار. انا سايبهم بقى 3 ايام استطاعت. كتر خيرك كتر خيرك يا فهد. قول لي يا فهد، هو الاستاذ سميح راجل طيب ومحترم ولا زي الجماعه اللي كانوا قبل كده؟ لا لا، غير الجماعه التانيين خالص، ده راجل محترم استطاعت. ربنا يطمن قلبك يا فهد. ربنا يخليك. شكرا شكرا يا فضلك بعافيه. بس ما تتاخرش عليكم عشان الموضوع كده كبير قوي كده. السلام عليكم. الباب ده من ايدك انت في ايه ولا في ايه؟ يلا اطلع. حرامي 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 يا عم، انت مجنون بجالك هنا؟ طب انت كنت ورايا ما لقيتوش انت ليه؟ يا عم لقيته ايه؟ خد على اخواله صبره. هو نفس الواد اللي بيعلم عليك كل مره ومساك. طب انا اعمل لك ايه بقى؟ تعمل لي ايه؟ مش هتشتغل معايا تاني يا ابن المقصوصه. صبره بقول لك ايه؟ انت كل مره تعلي صوتك عليا في الشارع اعملها معاك وعوانا. ايه ده؟ ترفع مطفى في وشي يا بطل؟ مش فاكر العيش والملح؟ لا فاكر. والصحوبيه اللي بينا ولا يفرق معايا؟ طب انسى كل ده. مش فاكر لما نفسك كفتك من صاص الليالي على عربيه كبده وسجقه؟ ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل؟ خدتك انا في صاص الليالي ورحت جاري بيك على المستشفى ودخلت غرفه العمليات. عارف ليه؟ ليه؟ لانه جالك تسمم. ساعتها عملوا لك ايه؟ اتبرعت لك انا بدم، يعني الدم اللي جواك ده من دم انا، وحطوا لك قطره في عينيك وربطوا لك رباط ضغط. يا عم ده قعدت 3 ايام في المستشفى دي عشان دمك ده مسموم. فاش انسى كل ده. مش انا اللي جريتك معايا لسكه الاعلام وتحيا مصر ويسكت النظام؟ يا عم انت هتضحك عليا، هو انا وانت اللي اسقطنا النظام؟ ايوه انا وانت اللي اسقطنا النظام، انت وانا وامثالي وامثالهم كلنا اسقطنا النظام، وجموع الفلاحين في كل بقاع الارض اللي اسقطت النظام، النظام الحالي واللي جاي واللي رايح واللي هيجي. صدق انا بحقق لك صبره عشان خاطر سبيرة بس على العربيه دي. بالراحه تدوس على الناس. هي فين؟ ماشي يا حاجه. يلا اقف يا اخويا. الله يخليك الله يخليك يا بخير. يلا يا عبد الرحيم، يلا هات شنطتك بطلع بقى عشان اتحاسب فوق يا بخير. هركن وحصالك يا حاج. طب يلا تعال تعال يا حبيبي. ازيك يا بطل؟ صباحك فل يا ابو زيزو. مش عايزه اي مصلحه اقضيها لك؟ لا يا حبيبي ربنا يخليك. ازيك يا صبر؟ كلم مين دي؟ ازيك يا استاذ عبد الرحيم؟ اها هو ماله الجدع ده؟ يا عم فوق بقى فوق بقى قد ابتدي. تعال ركز اللي مش عارف يركض ده. تعال تعال طول كله طول كله يابا طول كله. في ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ايه يا عم اللي انت بتعمله ده يا عم؟ ايه يا شاب في ايه؟ تعال نشوفه بيكيرها ازاي. حلو كده. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده يا عم؟ استك وارجع ورا. استك وارجع ورا. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده يا عم؟ استعلاش انت يا ابني يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ ايه العالم دي؟ ايه العالم دي؟ ايه يا لا قلتلك تسيب اللي في ايدك وتاكل؟ شوف الواد ولا كاني بكلمك. نوتي اهلا يا عم بخير. اتفضل اتفضل. يا رب يا ساتر. اقعد اقعد يا عم بخير. ها عم كامل طلع نقلتين في مدينة نصر وثلاثة في شبرا، كل نقلة بمية جنيه. يعني كامل 500 جنيه. ها وانا طلعت نقلتين في اكتوبر، كل نقلة بمية وخمسين. يعني يا عم بخيت 300 جنيه. ونقلة في مصر الجديدة بمية جنيه. ما تتكلم على طول يا عم بخيت، انت بتقطع ليه؟ المية والتلتمية يعني 400 عم بخيت. 400 جنيه اتفضل يا حاج. ادي 900 جنيه 200 400 600 تمام. وادي 200 جنيه 100 ليك
ومية الكامل. طب استأذن انا بقى. ما طبعا هتستأذن، ما لا تقعد تساير معايا يا عم بخيت. يلا سلام شكرا. سكري يا عم بخيت. السلام عليكم. ها يا بودي، مش قلت لك سيب بقى، سيب اللي في ايدك بقى، انا اللي هاكلك. تعالى يا بودي، انت خلاص ما بقتش تسمع الكلام خلاص. ياه ده انا نسيت وجبت لك المعلقه الصغيره وانت بتحب المعلقه الكبيره. ولا يلا يا حبيبي، يلا يا جمال يا اختي. الله الله يا بودي، يلا يلا الله عليك يا بودي. يا بزوزو يا شلم، ربنا يكرمك وتخرج ابدا، خدني معاك واعتبرني واحد من رجالتك، انا واد جدع قوي. يا ابني ايه اللي جاب سيره الخروج دلوقتي؟ مش انت ايه اللي بنفسك ان هم عايزين يرزعوني هنا جنبكم؟ تبقى نصيبه يا باشا لو احنا خرجنا قبليك، نجوع يعني يا باشا. بقول لك يا شعلان، اقول يا ريس انطر انت دلوقتي. بقول لك اوامر يا ريس. لا خلاص روح. حكايه الفقره دي بقت حابتني مؤخرا، الدكتور كان قايل لي الكلام ده من زمان. ما انت شايف برضو حتى الاكل كمان نقصت. سببه ايه؟ اللهم صل على النبي، متجمعين عند ابو فاطمه بامر الله. ازيك يا عبد العزيز؟ اهلا يا باشا. سمعت انك عايز تخرج. اخرج ولا انت مالكش كيف تخرج يا باشا؟ هو في حد هنا مالوش كيف يخرج يا زيزو؟ اهو قال لك دودو. الخروج مش من لا 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 لا. اسمع بقى يا بيه، انا مش من رجالتك ولا من رجاله غيرك، انا بدراعي والعبد لله هو اول واحد ينزل المباراه مصر، وانت عارف كده كويس. هي غلطه واحده في حياتي نسيتها ونسيت ناسها. انا هطلع من هنا يا باشا وهقلب عيشي مني لنفسي. البلد ظروفها اتغيرت يا ابني، سواء سياسيا او اقتصاديا، مبقتش زي الاول، وانت محسوب علينا ومش هيسيبوك في حالك. لا انا مش راكب معاك من اول الخط، دي يا دوب نص محطه. وبعدين يا باشا انا مش محسوب عليك ولا على غيرك، والدليل اهو، انت بالابيض وانا بالازرق، انت محبوس في غرفه فندقيه وانا مرمي في زنزانه الغلابه. ما تنساش يا باشا ان انا كنت معارض شرس المؤاخذه يا باشا، كان مشترك الترنج. اذا كنت انت صدقت نفسك هما ما صدقوكش، بدليل انك هنا. خلاصة الكلام، انا طالع واشوف مصلحتي وادور تجارتي في حالي، ويا نحله لا تورثيني ولا عايز عسل. يلا بينا يا باشا. وبعدين بس يا سيدي، ابو الواد ابو رجل كبيره دوت راح للاطفال، فالاطفال دول ايه بصوله قوي كده، قال لهم انا بعرف اعمل كل حاجه احسن منكم وبعرف العب احسن منكم. فقام بقى ايه واد كده مفعوص كده طلع له، لا انت ما تعرفش تعمل حاجه. فقام الواد بقى كده الصغير ده قال له، طب تعرف تجيب لنا العفريت؟ قال له اه طبعا اعرف اجيب لكم العفريت ابو عين حمراء. فقام بقى الواد ابو رجل كبيره ده طلع يجري يجري، طلع على الجبل وراح مستخبي ورا بيت العفريت. بص كده بقى لقى العفريت طالع من بيته وعينيه حمرا وهو واقف له كده من بعيد. بس يا زيد. ايه؟ طب ينام يا حبيبي. لا 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 زيد كملي. بعد ما العفريت استخبى ورا البيت عمل ايه؟ بس يا سيدي، بس قام بقى ايه، اما الواد ابو رجل كبيره بقى استخبى ورا البيت ولقى العفريت بقى بعين حمرا جاي من بعيد، فراح هاجم عليه ابو رجل كبيره ده الواد، راح ضربه ببطنه، راح موقعه، راح حطه في الشوال وربط الشوال، وراح يجري 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 عشان يجيب حته من النار. وساعتها كل ما يجي يرجع يلاقي النار هبت، كل ما يجي يرجع يلاقي النار هبت،
اطلع خسران الجلد والسقط. والله احنا عملنا كل اللي نقدر عليه، وبعدين المصالح بتتصالح. مصالح اللي بتتصالح وتتصالح مع مين؟ ده انا كده اطلع من مولاك يا ما خلقتني. انا مقدر موقفك، بس دي اقصى حاجه احنا توصلنا لها. ده احنا عاملين زي اللي بيعدي جمل من خرم ابره. طب وانا كده اطلع بايه؟ يعني تقريبا 20% من ثروتك اللي في سور مجمده ومعظمها في البنوك، ودي هنحاول معاها بعد ما نظبط اوراقنا ان شاء الله. ونتصالح ليه بقى طالما اطلع متجمد كده؟ انا رايي ان احنا نفك عقده، نخرجك الاول من هنا، وبعد كده المساله مساله وقت. مساله وقت ايه يا بيه؟ بقى لي 3 سنين محبوس وتقول لي مساله وقت؟ الله، وجاي بعد كده تقول لي جمل وخرم ابره وتصالح ونتصالح؟ جرامت قلت عايز ابقى المحامي الوحيد، مشينا كل المحاميين. الفلوس اللي عايزها بتاخدها على داير مليم في عز الزنقه، جاي النهارده تكرر لي الشريط وتقول لي يلا من اول وجديد؟ محدش كان هيقدر يعمل اكتر من اللي انا عملته يا عبد العزيز. وبعدين ما انا يا اخي مطلعك من قضيه بهلول وتكيفت الدفاع عن النفس. لا يا حبيبي، اللي مطلعنا منها الاتصالات اللي كانت على اعلى مستوى. اتصالاتك دي هي اللي حبسك دلوقتي، وهي اللي مكتفاني كمان. عشان كده انا بقول مفيش حل غير التفاوض. والقانون والحقوق والمحاماة والعدالة، كل ده راح فين؟ انت واقف في النص اليوم، خد قرار، اتوفق نفسك مع اللي موجود وتفيد وتستفيد، يا اما تخليك في السجن الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. يا انس بيه، انت بتنزل بضاعه للشارع؟ الهدوء يا الشرشابي واللي اسمه البلعوطي ده ما اعرفش جبتوه منين، وكمان ميخائيل. اعوذ بالله، وايه ميخائيل ده كمان؟ كف الله الشر. ليه كده؟ لا لا لا، ميخائيل ده راجل طيب جدا، بني ادم زين، راجل زي الفل، عشرته طيبه جدا، مفيش اي حاجه. الله، طالما مبسوط منه قوي كده، امال متضايق ليه لما فكرت ان نزلت له بضاعه؟ لا 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 لا, لا, لا. هذه نقرة وهذه نقرة. أصل أنا بقى بصراحة يا واكل فلوسي يا واكل قوتي. أقولك على حاجة، أنا دايما طول عمري كده أحب في أي حاجة أبقى بطل الفيلم، بطل الفيلم. لو سميناه مثلا إيه، نقول شارع عبد العزيز، ده اسم الفيلم، فأنا بقى البطل. وبعدين ما أنت عارف البطل بتاع الفيلم في أي فيلم ما بيموتش. ايوه منديل، بس انت تبقى بطل لما احنا نقرر انك تبقى بطل. وبعدين يا اخي، هو انت ليك اكل ولا بحلقه؟ ها؟ انت لو اتشمللت وسافرت الصين عشان تجيب بضاعه مش هتجيبها بالسعر اللي احنا مدينه، ومع ذلك بتبيعها بسعر السوق. احنا ساكتين، نقول حلال عليك. فرق السعر لا بصينا لك ولا قلنا لك هات. ها؟ يبقى ايه بقى؟ ايه ده؟ انت كل ما تيجي تقعد تعمل الحركتين بتوعك دول وتبص على البنت الصايعه دي؟ صايعه ازاي يعني؟ اصل البنت دي انت مش قدها، عارف البنت دي؟ حضرتك كلب لا مش كلب، حضرتك كلبين، كلب من الناحيه دي وكلب من الناحيه دي. الكلاب تهبر بقى، وبيني وبينك مسعوره. مسعوره بتعض. استغفر الله العظيم، قصف المحصنات من الكبائر يا عم قنديل. ما
اتصالات ايه بس يا انس بيه؟ وبعدين دي بنت واحد صاحبي، عارف دي بنت مين؟ بنت الشرشاب. اقول لك على حاجه بس ما تزعلش. على فكره انا هقول للشرشابي ان انت بتعجز بنته. انت هتهزر معايا ولا ايه يا قديم؟ انت تاخد بالك من كلامك معايا. انا اسف يا ناس بيه، انا كده زي الحمار ما دب اخش بدماغي في الحيط. ما تزعلش مني حاجه. ايدك كبوس. لا خد بالك من كلامك معايا، ها؟ وما تجودش. انت تاخد التكليف وتنفذ وانت ساكت، فاهم؟ احمد ربنا يا اخي اللي انت فيه بدل ما النعمه تزول من وشك. اطلع وراها. يا سلام يا سلام يا سلام. هيقول لي دي من المحصنات يا انديل. توزن ايه وتحسب ايه يا عبد العزيز يا ابني؟ ما تحسبهاش. الحاجة الوحيدة اللي تفكر فيها انك هتعمل ايه بعد ما تخرج من هنا. يا عم زكريا كده هخسر. تخسر ايه؟ هتخسر كام يعني؟ هخسر كتير يا عم زكريا، ملايين. تغور الملايين يا اخي، في 60 داية الملايين. الملايين دي انت اللي عملتها وهتقدر تعمل اكتر منها كمان. وبعدين خلي بالك، الفلوس دي احنا اللي بنعملها مش هي اللي بتعملنا. طب ما تاخذيش بقى في الكلمتين اللي هقولهم لك دول. لا قول يا عم زكريا قول، ما انت بتقول اي حاجه وبنسمعك عادي. اسمع بقى دول. انت ارضيك ان امك وابنك يقعدوا لوحدهم في الظروف اللي البلد فيها دي وسندهم الوحيد قاعد مرمي هنا في السجن؟ الراجل ده بخرف يا عبد العزيز. اسكت يا شعلان. عيب. معلش يا ابو حنين. وبعدين ملايين قله غور يا عم. الملايين دي هتخلي امك وابنك يعيشوا مرتاحين لحد ما تخرج لهم بالسلامه. او ما تخرجش. والله انا لو معايا مليون جنيه منهم عيش في السجن 120 25 سنة وابقى زي نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا؟ اتلهي بقى انت وخلي نصايحك لنفسك يا المعروف. اسكت الشعلان. ايه ده يا عم زكريا؟ قفل على اللي عندك بقى. انا بقول له الصح. ده الصح. صح وجهة نظر برضه. عبد العزيز خلي بالك، اوعى تسمع الكلام ده. فكر في اللي انت هتعمله بس حط في دماغك بقى ان الراجل الجدع هو اللي بيختار مشكلته، ما بيخليش مشكلته هي اللي تختاره. ماشي؟ ماشي؟ ماشي. تصبحوا على خير وخليهم. خليهم. خلاص خلاص يا عم انت هتقطمني يا عم زكريا. ماشي. ما انا فارد رجلي منملة طول النهار. صلح فردك. يقول لك ملايين وتسوى يا عم راجل. بس بس بقى. ماشي يا عم زكريا. بقول لك اهدى يا شعلان. قول يا ريس. انت جبت نيلسون مانديلا دي منين؟ نيلسون مانديلا عرفته منين؟ وانا قلت كده؟ قلت نيلسون مانديلا عرفته منين؟ مش عارف يا ريس، بسمع عنه في الحاجات في الراديو يا ريس اللي بايظ وخربان. من الراديو. من الراديو. الشيب شاشو الشيب شاشو الشيب شاشو. ام سعيد حفصه النسوان. ام سعيد حفصه النسوان. يا ولية يا مفترية، مش كفاية حرام عليكوا كل يوم تحبسوا النسوان وتشحنيهم على سجن القراطر بسبب الورق ده؟ يا ابن الكلب يا حرامي اوعى ايدك يا حرامي يا معفن يا ابو برشامة. كتر على قلبك فلوس قد كده، لما ربنا يكتب لك ان شاء الله وتموتي ومحدش من الناس دي يمشي في جنازتك قولوا ان شاء الله. ان شاء الله. هتتشحن في جوهان ده ان شاء الله. ان شاء الله. الشيك شاشو الشيك شاشو الشيك شاشو الشيك شاشو. ودي ودي يا سام الجردي، تعال الجاي يا وش العرسه، تعال الجاي. خد اسمه محمود الاربي مش الجردي يا اخي. ما تدقش كل حيوانات عايز اجعور. واه
بقول كده حاف طبيب خير ما تشوفش احنا كمان ما تسمعش انا اسم المعلم جعور ابو نبره ملك موبايلات التيتايت والبربري في السوق المعلم جعور ماشي يا معلم جعور عايز ايه برضه عايزك كده بدل ما انت قاعد صايع وضايع ومركش لا شغلانه ولا مشغله تيجي شغلك على الباترينه دي وهديك مرتب 150 جنيه ومش هخصم منك ضريبه مبيعات لا يا عم متشكرين انا في الجيش بحمي وطني يا شيخ يا عم الحاج انت قادر تحمي نفسك مش عيب عليك الكلام ده العيب ده اللي بيطلع من بقك انت دريان باللي بتقوله تلم ياد تلم وشوف انت عم تكلم مين انا اسمي المعلم جعور ابو نبره ولا انت كانك صدقت كلام المعلم سيسو اياه ايوه صدقت كلام المعلم زيزو ربنا يفك دقته وايه اللي مضايقك في الموضوع يا ولد حتى نصيحتك دي يا حمار واخدها من واحد ما يعرفش العلام من كذا الطره حسك عينك تجيب نص كلمه على المعلم عبد العزيز استغفر الله انا ما اقصدش انا قصدي تقعد تعمل لك قرشين انت وصغير كده وتبقى معلم زي كده في السوق لك شنه ومرنه شنه ومرنه ابقى اغسل رجلك يا معلم قبل ما تحط رجل على رجل واذا كنت عايز ناس ابقى معتهم لك مع شبره ولما تشوفني ماشي ابقى قول لي تمام يا فندم سلام الله يرحم ابوك اللي يوم ما مات لقيوا طبنجه محشوره في زوره اوه يا زمن بقت عجايب والله يا عجايب ايه مفيش حد هنا ولا ايه قعد عطيه ايوه يا حاج تحت امرك ايوه يا حاج تحت امرك اجيب لك حاجه تشربها انا جاي ضيف عند ابوك هنا تجيب لي ايه جاي بيتكو انا اسف اسف يا معلم والله اسف ربنا خيب عليك وعلى اللي عملوك والله طلعت غلطان لما سبت المعرض للواد عاصم ابني كنت عايز اريح شويه معلش هو برضه ابنك والضفر ما يطلعش من اللحم يا معلم ابني يعريني في السوق خلي رقبتي قد السمسمه دور السلف من كل المعلمين على حزي ويلم الفلوس ويهرب معلش هو برضه اكيد كان محتاج قرشين عشان يرد مراته كده ويظبط مقامه ويسافر بس خاف لحضرتك تحجر عليه يعني اه صح لم قرشين عشان يضرب بيهم الهباب اللي بيضربه يلا اهي بنت لطفي خدته وطلعوا على امريكا يغوروا ربنا يهنس عيد بسعيده ربنا يسعد وقته يا معلم برضه قلبك كبير وقلبك كبير يعني ايه لا في ايه انت صاحبني قلبك كبير وقفاك طويل ايه هتتسامر معايا اجيب لك حاجه تشربها يا حاج ما تغور يلا انت هتسامر معايا كبير حاجة. وقلبك كبير غور يلا من هنا حاضر روح هات حاجه اشربها حاضر بتكليل عليك يا حاج يا محاسن الصدف الصدف يا راجل انت ماشي ورايا ليه عايز مني ايه ابدا انت ست جميله وانا راجل بقدر الجمال والنبي انت راجل بتفهم كمل الست الجميله زي قطعه الحلوى لازم تتلف في سلوفان عشان ما يعفش عليها الدبان لا يقرفك يا ريتك يا اخويا ما كملت شفتي اديك قرفتي انا اقصد ان الست الجميله زي قطعه الحلوى لازم تتصان اؤمر يعني تحب اتحجب ولا تلفلك في كفن احسن اعوذ بالله كفن ايه بس انا عايز اصونك من عيون الناس تشكر النصيحه خد دي حاضر طيب
وليا في ايه؟ ساعة هفضل اخبط على الباب؟ ايه يا معلم سرسبي هقول انا نايمة ورا الباب. ما تردش عليا يا وليا. حاضر. روح عندها ستك سناء. لا ما هي ما هي ايه؟ ما تنطاي. ما هي اصل خرجت. خرجت؟ وانا حطك هنا شرابة خرجة يا وليا، انت مجنونة ولا ايه؟ خرجت راحت فين وما بتقوليش ليه؟ ما بقدرش عليها، والله العظيم ما بقدر عليها، وبعدين كل يوم على نفس المنوال، تنام طول النهار وتصحى طول الليل. بعدين دي بنتي يا معلم شرشابي، لازم يكسر لها ضلع. وانت مال اهلك انت؟ هتعلميني بنت اربيها ازاي؟ تقفي تسالي معايا ولا ايه؟ غوري يا وليا. الله يرحمك يا نعمة. ابوك ولا الكلب. ازيك يا حاج ام زيزو؟ اهلا، ازيك يا شافعي عامل ايه؟ الحمد لله. فضيلة المعلم قنديل بعت لك الفلوس ديت. والله المعلم قنديل ده مغرقنا بجمايله. يا ريت تمضير على الايصال ده بعد ما تعدي. حاضر حاضر يا اخوي، الحق حق يا اخوي. عايز اقول لك على حاجة ام زيزو، الفلوس ديت ما بيجبش بيها عليكم، دي كانت عليه للمعلم زيزو. يشكر برضه يا شافعي، هو في حد اليومين دول بيبقى عنده فلوس ويرجعها؟ الا المعلم زيزو عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويس اهو، اياد بيطمن عليه. طب والنبي قولي له شافعي بيسلم عليك، ده حبيبي 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 قوي، بس هي اخره المشي بطال. مشي بطال ايه؟ ما انت عارف انه مظلوم. طب يلا يلا بقى يا اخويا بالسلام. بقول لك ايه، خد الايصال اهو وخد الباب الحديد ده وراك. يلا. مش عايز حاجه بهالك؟ لا يا اخويا مش عايزه حاجه. يلا اتفضل. خيراً تعمل شراً تلقى. نيلة انت بقيت عامل زي عبد العزيز كده يا دوري. عامل زي وزي ان شاء الله، بقيت خفيف وده مش عهدي بيك يا باشا. انت عهدك بيا لواء شرطة رجل اعمال، انما النهارده انا ايه؟ ها سبحان مغير الاحوال. انا بس اللي عايز افهم، انت مطمن الولد ده ازاي؟ مش ده عبد العزيز اللي انت خليته واجه على مشروعاتي؟ وانت عايز تطلع بايه من القصة الشيقة دي؟ ما هو الزفت ده لو اتنيل واتصالح هيتنازل عن مشروعاتي انا، عن اصولي انا. ماشي ماشي، وبعدين؟ ايه اللي وبعدين؟ انت هتسيب الكلب ده يضيع فلوسي؟ انا كنت فاكرك اذكى من كده. اللعبه ما انتهتش لسه، اللعبه رايحه جايه. عروستي اتقل يا دوري واسمع كلامي واعمل اللي بقولك عليه. ماشي. أنا بلاقي زمني. تفتكر؟ تفتكر إيه؟ يعني تفتكر إن ربنا يكتبها لي وصلي في الحرم؟ وليه لأ؟ إيه وإنت بس؟ وشوف ربنا هيعمل معك إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى عبد العزيز بيقول إيه؟ إن الله يهدي من يشاء. ومن يشاء هنا عايد على العبد، يعني العبد اللي عايز الهداية ربنا بييسر له طريق ويساعده، مهم ان هو يبقى مخلص في شغله ومراعي اللي حواليه، وبعد كده ربنا يرزقه ويبارك له في رزقه. الله يرحمك يابا، ورثت عنه حب الشغل من وانا صغير. هو كان بيحب الشغل قوي، طول عمري شقيان يعني، وأنا كنت بساعده في الورشة.
بعد الظهر اروح ابيع جرايد في الشارع، ساعات اقف على عربيه كبده. هو كان بيخاف عليا، بيخاف عليا قوي، بالذات من شارع عبد العزيز. زي ما يكون قلبه حاسس ان انا هترمي الرميه دي. الله يرحمه. كان صنايعي، صنايعي صنايعي صنايعي، يعني مش اي كلام، صنايعي من بتوع زمان، ايده تتلف في حرير. ما كانش يسيب العيب الا لما يفضل وراه لحد ما يجيب اخره. تعرف عبد زكريا ابويا ده ما كانش ممكن عيب يعرف يهزمه. طب اشمعنى دي بقى ما عرفتش تورثها عن ابوك؟ هي ايه دي يا عم زكريا؟ انك تفضل ورا العيب لحد ما تجيب اخره وتصلحه. العيب يا عبد العزيز مش لازم يبقى عيب في الشغل، ممكن يبقى في طريقة تفكيرك، في نظرتك للدنيا، في علاقتك باللي حواليك. وانت بأمانة ربنا بقى، يعني ايه العيب اللي انت شايفه وعايز نصلحه؟ ان انت لغاية دلوقتي ما شفتش عبد العزيز الحقيقي اللي جواك عشان تقدر تساعده يحقق اللي هو عايزه من غير ما يضر نفسه ولا يضر اللي حواليه. ما تفكرش كتير، هتقدر. انا واثق في دماغك وعارف انك انت هتقدر. حق نطق. الله الله اكبر والعزة والدوام لله. اشهد ان لا اله الا الله. نورت يا دكتور، نورت. يا دي البركة يا دكتور، يا دي البركة. حلت الأنوار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا دكتور. يا سلام يا سلام، اللهم صل على حضرة النبي. حلت النفحات والله يا دكتور، والله حلت النفحات يا دكتور. الله 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 الله. السلام عليكم يا عندي. ألف سلامة، ألف سلامة. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويخليك. سلامة على مهلكم انتم ماشيين. الحارس ربنا. مع السلامة، مع ألف سلامة، مع السلامة، ألف سلامة. سلامة يا دكتور. طب دي احسن من اللي انت عمال تشربه ده يجيب لك هشاشات عظام. بالهنا والشفا بيتي، انا تمام مبسوط كده. بشوقك. ساقعه ومشبره. قلت ايه يا متر؟ سناء ما تخافش. امورة فن يا متر، هات لي شوية مزة وخف الزيتون، جات لي حموضة. تحت أمرك فن. إيه إيه؟ إيه؟ بتكنسل ليه على أم العيال؟ أنا ما عنديش أم عيال. ماتت؟ هي مش موجودة عشان تموت. طلقتها سناء؟ انا مش متجوز. سنجل. سنجل اه. طب امال مين بتكنسل عليها؟ ده الجو؟ الجو؟ انا ماليش في اللف والدوران يا استاذه.
متابع وسائل. كمل. أنا عايز أتجوزك وهي تبقى التالتة تبت. وماله؟ ما تروح تتقدم لأبويا. لا أنت فهمتني غلط، أنا عايز أتجوزك أنت مش أبوك. بقى قطعة حلوة ويلتف حولها الذباب وتتلفي في قطعة سوليفان وفي الآخر عرفي. سوري ماليش فيه. فهمتني غلط، إن بعض الظن إثم. أنا غرضي غير كده خالص. أنت ست اتجوزتي قبل كده وأكيد خايفة على سمعتك، وأنا رجل أعمال ما ينفعش أتجوز وأسيب، فهماني؟ فبقول نتجوز. عجبتنا المسألة نقلبها شرعي، ملناش نصيب يا دار ما دخلك شر وما تتحسبش جوازة، ولا إيه؟ نهار اسود. الدماغ دي انت ما ينفعش تطلع لحسابي عشان هتدي فلوسنا للدولة. هي المشاريع دي باسم مين يا باشا؟ للأسف باسمك انت. بس هل الفلوس دي بتاعتك؟ لا، عشان كده انا ناوي ارجعها لاصحابها وكل واحد اولى بحقه. حقه ده ايه؟ انت هتفرق من جيبك ولا من جيوبنا؟ يا دول باشا، طول عمرنا تجيب واحد يعني ما فرقتش كتير. بلاش تلعب باللعبه دي يا عبد العزيز وتركب دماغك. ما تاخدش قرارات من نفسك وركز في الكلام اللي بقوله لك كويس. وبعدين عايز تطلع ليه؟ عشان يناشوك بره يعني؟ ما انت خلاص اهو سجنت وتلطيت، والناس اللي هم عايزينهم معاهم خلاص ديجا موجودين على الليسته بتاعتهم. عشان كده لو انت خرجت محدش هيسيبك في حالك، وجودك هنا امان دفى، واحنا بالنسبه لك حمايه. بقول لكم يا مهواد، ما بلاش شغل بسه والخمس ده. لا ما تبرقش كده، انت هنا مجرد رقم في ملف. الظاهر ان السجن تلف اخلاقك يا عبد العزيز، وشكلنا هنعلمك من جديد. خليناك التعليم يا باشا وسيب لنا التربيه. يعني ايه؟ يعني طالما انا قاعد يبقى الزمني بقى مصيبه اقعد عليها بحق. اسمع يا واد، انت احنا اللي عاملينك، واذا كنت فاكر ان احنا خلاص انتهينا تبقى حمار. ما تلعبش بالنار. اسمع انت يا باشا، انا اللي عملني عرقي واللي طلعني طموحي وراس مالي في الدنيا دراعي، واذا كان في غلطه غلطتها في حياتي تبقى انتوا الاثنين. انا ما كنتش ناوي اطلع بس انا طالع، ولو عندك حاجه وحس انك ذكر طلعها. واتجنن رسمي. عاوز ايه يا عبد العزيز؟ خير سيادتك، انا عايز اقابل المحامي بتاعي في اسرع وقت. ماشي. Thank you.
انا قدمت على تصالح، مستني قرارك ومجهز لك الاوراق. طب افرض يا متر يعني طلعوا لي بحاجه تانية. حتى لو في حد بيدور وراك، انت ديتك ايه؟ هتسيب كل الاملاك اللي فيها تعدي على اراضي الدوله او استغلال نفوذ او شبهه مال عام؟ وبعدين يعني هم مش عايزين اكتر من كده، وانت ما عليكش العين عشان يحصل تجاهك اي تعنت. اسيب لك الورق ده تراجعه وتبص عليه. لا لا لا، انا همضي دلوقتي حالا. امضي يا عبد العزيز، لازم تمضي، دي احسن حاجه تعملها في حياتك. انت هتحرر نفسك وتتطهر من نظام الفساد اللي رميت نفسك في حضنه. وبعدين دي مش فلوسك، دي فلوس الشعب الغلبان والطبقات الكادحه اللي ما حدش حاسس بيها. هي الثوره قامت من شويه يا اخي، انزلوا من ابراجكم العاجيه دي بقى. ايه ده؟ ده ايه؟ ايه اللي جايبه ده؟ طب مش همضي لما تطلع بره ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه قاعد كده ليه؟ الزم ده شكل واحد فرحان انه يخرج من السجن. والله يا عم زكريا الواحد ما بقى عارف. معاك سيجاره؟ لا، في واحد هيفوت. ولعها معاك؟ يمكن تلاقيها بوقه. شوف بوقه بيشيل ولا عاد فين ده. والله يا عم زكريا الواحد ما بقى عارف. إن جيت للجد أنا كنت بعد الأيام عشان أصحى من الكابوس اللي أنا فيه ده، وأول ما حسيت إن قربت أفوق منه خفت، ما بقتش عارف هبدأ منين وفين وإزاي. كل اللي فات عدى قدامي في لحظة. يا عم وحد الله، لا إله إلا الله، تفائلوا بالخير تجدوه. فكها انت بس وربنا هيفكها عليك. اطلع انت بس وامشي في طريقك يا عبد العزيز، ما تبصش وراك. السواق الشاطر بيكسر مرايات. ايه؟ السواق الشاطر بيكسر مرايات. ليه؟ ايه اللي ليه؟ ليه السواق الشاطر بيكسر المرايات؟ مش فاهم. عشان ما يبصش وراه. اصحى اصحى، خليك في طريقك وربنا هيكرمك ان شاء الله، انت معدنك قصير. والله يا عم زكريا ده انت ليك حكم. بقول لك من حق. ايه؟
انا سبت كل تليفوناتي وعناويني مع الواد شعلان عشان برضه لما تخرج توديني. اه ادي قلتها، يعني مسيرنا نخرج ونرمي بلاوين عليك. عيب يا عم زكريا الله، ده كلام تقوله؟ هو احنا غربة عن بعض؟ ده انا من غيرك انت والواد ده ما كانش الايام تعدي. او ربنا لكن هو فين الواد ده؟ غرقان غرقان في احلامه. ولا ولا شعلان في بقى يا عم زكريا؟ قوم اصحى، صاحبك خارج ده بدل ما تقعد تهيص له طول الليل وتفرح له وتدعي له. اوه ايه نفوت اهو، ربنا يجيبك بالسلامه يا شعلان. لا عرق وعرق ملفظه، شوف لما نطق قال لي يجيبني فين؟ يجيبه في عايزه يجي هنا تاني. قوم يلا. في ايه؟ فوق لي. طب هات بقى عمود الدخان عشان افوق. عمود الدخان الله يخرب بيتك. طب اي حد يجيب عمود الدخان؟ مفيش. دور انت في ودانك، انت بتشيلهم فين؟ فوق فوقت اهو فوقت فوقت فوقت. طب مين ده؟ مين ده يا عم زكريا؟ عم زكريا تاخد بالك منه وتحطه جوه عينيك. هتحطه فين؟ جوه عينيا، بس هي خوفة لتنسانا وتكب على الزمالة. يعني كانت زمالة الجامعة الأمريكية يا خي، زمالة إيه بلا خيبة؟ عيب يا شعلان، عبد العزيز عمره ما ينسى الرجالة. طب أنت لما تخرج بقى اتجاهاتك فين؟ يعني ظابط الزوايا على فين؟ شارع عبد العزيز. هلا يا باشا. بس انت شكلك مش غريب عليا يا باشا. اخلق من الشبه 40. اوه و40 70 قول مليون. الله اكبر. اخزر. انا مش فاهم، بس انا مش عارف يا باشا الناس دي متصربعة على ايه؟ نفسي افهم يا باشا الناس دي رايحة فين وجاية منين؟ ده الطخين في البلد يا باشا دلوقتي بيدحرج بطيخ. المشوار اللي كان بيتاخد في 10 دقايق دلوقتي بيتعمل في ساعة وفي ساعتين. بقول لك العجل كتر، العجل كتر. اتفضلوا النبي. بيقول لك بيهربوا البنزين والسولار. طب ما طبعا بلد ملهاش صاحب، وكل ما نطلع من نقرة نقع في ضحضيرة يا باشا. شعب غريب الأطوار. ما بيني وما بينك يعني أنا واحد من الشعب ده، وبقول لك إحنا عايزين الحر، بس ليهم حل يا باشا. زلزال صغير كده يجي نص ساعة ساعة إلا ربع هيجيب عليها وطيها، وتقعد بقى سعادتك تنقي وتفرز. بس انت برضه شكلك مش غريب عليا يا باشا. يا سيدي الارواح بتتلاقى. يا سبحان الله فعلا الارواح بتتلاقى. دي ده النقط ده نصيب فعلا. انا ديك النهار كنت رايح اوصل واحد المجمع الخامس وماشيين لا بينا ولا علينا، وهوب فجأة طب لا حد عارف يروح ولا حد عارف يجي. في ايه يا اخوانا؟ قال لك محاكمات. محاكمات ايه يا اخوانا؟ هو اللي بيروح بيرجع؟ في واحد قريب، انت اخ مش غريب يعني، عميد في المخابرات، عارف قال لي ايه يا باشا؟ قال لي الناس ديت يجي لهم اكل من سويسرا بالمخصوص بالطيارات، وبيوصل عندهم في السجن سخن سخن يا باشا. كل حاجه بقت في البلد صيني يا باشا. أنا خايف أروح البيت ألاقي الولية عينيها ضيقة وتصوصو وهي بتكلمني.
احنا ناس غلابه باشا. سبحان الله، ربك عادل، اسمه العدل، كل واحد بياخد حقه وكله بياخد رزقه 24 قراط كاملين. بس انت برضك يا باشا شكلك مش غريب عليا. اصلي كنت عامل تمثيليه في رمضان اللي فات. عسل يا باشا، والله يا عسل. على فكره انت كيوت قوي يا باشا، مع انك قاعد ساكت بس بتطلع بحاجه. عارف يا باشا، انا من ساعه ما شفتك كده لما ركبت انا حاسس بيك، وبعدين شايفك خارج من الاسم. ما تاخذنيش يعني، اخوك في شيء لله يعني. وبعدين بقول النصيحه بما يرضي الله، وشهرتي حلال المشاكل، والحل بتاعي مكشوف عنه الحجاب يا باشا. وانا اقول لك على حاجه، ديك النهار وقفوني بالتين، بالتين ما اقولكش، يحلوا من على حبل المشنقه يا باشا، ولابسين بقى المحزق والملزق والاحمر والاخضر والشفتشي والحلق اللي في المراخيم. وبعدين يا باشا، بيني وبينك يا باشا، يعني ايه برضه يشدوا الاعصاب، احنا بشر برضك يا باشا. المهم خدوني مشوار كده لحد مركب في الزمالك. وصلت هناك يا باشا عند المركب دي، وقالوا لي استنى هنا يا اسطى، واللي انت عاوزه هنديهولك. قلت ماشي، شغل بيزنس. قعدت خدت كوبايه شاي من راجل ابو صفيحه اللي قاعد قدام المركب، وقعدت شربتها. وانا قاعد كده شويه بالبسيطه يعني، لقيتهم خارجين وشادين في ايديهم اتنين رجاله. زبيقوا فجاه يا باشا ان الاتنين رجاله جايين وبيطلعوا فلوس وعايزين يحاسبوني. ما بيني وما بينك الدم غلف عروقي صراحة، ما عجبنيش الوضع. أنا كده بقى شكل وحش، أنا اللي رايح موديهم. ما بيني وما بينك يا باشا اتضايقت، كلمة منهم على كلمة مني على ألم منهم، رحت رايح سالخ العتلة الحديد من شنطة العربية وفيني وجعك، ورحت مدور فيهم الضرب. الرجاله طلعوا يجروا زي الفراخ، والبنات تصوت وتموت وتولول. ما بيني وما بينك رحت واخد البتين في العربيه ورحت مركبهم. طلعت منين يا بت؟ قالت لي انا غضبانه وهربانه من البيت. وانت يا بت؟ قالت لي انا جوز امي بيضربني وطردني من البيت. طب يا بت، اللي انتوا بتعملوه ده حلال ولا حرام؟ اللي بيتعمل ده يا بت صح ولا غلط؟ بيني وبينك بالمسايسة وبتاعه كده حصل اقتناع، اقتنعوا يعني بالكلام اللي انا بقوله. والعيش والملح يا باشا، رحت مطلع ايراد اليوم كله اللي في جيبي ورحت مديهولهم. ما انت هتعمل ايه يا باشا؟ هتعمل ايه؟ ظروف بلدنا وظروف مجتمعنا والدنيا كلها خطبيصة، هنعمل ايه؟ الظاهر كده انا ضايقتك يا باشا وحملتك كده هموم الناس، وعمال ازن على ودانك، وانا اسف يعني، ما تزعلش مني، طخ يعني مش غريب، انا حبيتك والله. بقولك انت مالك يا اسطى؟ في خير يا باشا؟ مش عارف، شايفك كده يعني زي وشك دبلان ولونك مخطوف كده وعينك مخربة. ايه؟ وشي مخطوف؟ دبلان وعينيك مخطوف. مخطوف؟ مخطوف انت وشكلك تعبان. انت حللت قبل كده؟ عملت صورة دم شاملة؟ لا يا باشا، لا انا بحلل يعني عادي، بس كل ما عملت صورة دم انت؟ لا، صورة اصور الدم يعني ولا لا؟ زي تحليل الفيروسات اللي هو بسي وبي وكل الكلام ده. انا باخد فيتامين سي. باخد فيتامين سي جامد يعني عشان البرد والحاجات دي، انت عارف. انت ليك حد يعني من الدرجة القريبة في العيلة، قرايب من الدرجة الأولى أو الثانية عندهم سكر ضغط
يا باشا يا ريت يا ريت يا باشا يا ريت يبقى في حد عنده سكر ولا زيت ولا طخت حتى. اي حاجه تيجي يا باشا هتبقى حلوه. اصلا انا ليا واحد حبيبي يعني انت مش غريب. انت زي اخويا. اخ عميد في كليه الطب. حبيبي يعني زي ابن خال امي كده. حلو حلو. ده كان بيكلمني في ان في امراض النهارده منتشره في قلب المجتمع. في امراض في المجتمع؟ في فيروسات. فانا قلقان عليك. ساتر يا رب. قلقان عليك جامد. ليه يا باشا؟ بس ما انا زي الفل الحمد لله. شوف وشك من ساعه ما شفته كده حسست بقلق. قلق ليه يا باشا؟ ده انت حبيبي يعني. ده انا حبيتك زي اخ ليه. لا عينيك صفرة ما باشا. يمكن من الارهاق مرهق من التعب ما بنامش يا باشا. امال اسدد اقساط العربيه دي ازاي؟ لا ما تقصرش في حق الناس. 48 ساعه في ال 24 ساعه. لا 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 ده انت اخويا. بص انا بقول لك نصيحه بما يرضي الله. ربنا يكرمك يا باشا. لازم تروح تكشف. فيروسات خطيره جدا. لا حول. على جنب بس يا اسطى دقيقتين بس اجيب حاجه من المحل ده. عينيا يا اخويا. انت تامرني. انت تامرني اخويا. اتفضل. حتى يا إيد لو أنا اقتنعت بكل الكلام اللي أنت بتقوله بس برضو الحياة فيها مسؤولية. أكل وشرب وبقى عندك عيل اسم الله عليه. محتاج تربية ومحتاج مصاريف. أنا معاك بس هنعمل إيه؟ المشوار طويل ولازم نكمل. في ناس ماتت وناس اتسحلت بس أنا على معتقد إن الفترة اللي جاية ممكن تبقى أفضل. على ما أعتقد هنقدر نعمل حاجة والدنيا تبقى أفضل وهنلاقي شغل والدنيا هتبقى أحسن. يا رب. هو حد يكره؟ ودي زيزو خطها طالع لك بسلامه من السجن اللي كان فيه. على الله بتحطوا ايديكم في ايد بعض وتشتغلوا ان شاء الله. بس انا عارف ان زيزو هيخرج تعبان مش زي الاول. ان شاء الله كله يبقى كويس. ازيك يا ماما؟ اهلا اهلا يا حبيبي. ازيك يا ابني؟ ازيك يا خالتي؟ ازيك يا ماري؟ خالتي عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. انت مالك واكله حالك كده ليه؟ هتفضلي مستنيه على الباب كده؟ خش استني جوه. وبعدين انت هتفضلي واقفه كده؟ ده انت على رجلك كده من صباحيه ربنا. ما ينفعش. بص عليك يا عبد العزيز كده تحرمني من زيارتك المده دي كلها. طيب اما اشوفك يا ست الكل. ما انت فاهمه هو صعبان عليك تشوفيه بالشكل ده وهو دماغه ناشفه. هنعمل ايه بقى؟ خش استني جوه. مش هتفضلي واقفه على العتبه. مفيش فايده يا ايات. هي مش هترتاح ولا يهدى لها بال غير لما تشوف زيزو اسم الله عليه قدام عينيها. سبحان اللي صبرك طول سنين السجن. بقول لك يا ايات خد مراتك وروح بيتك عشان خاطر عبد العزيز الصغير. حاضر. بتطرقينا طفطف عيش اللحظه. ماشي. بقول لك ايه يا ايات امن على بخيت عشان يروح يجيب الوقت من المدرسه. ها انا قايله له. حاضر. عيني عيني. وقول له ما ينساش الكارت اللي هيسلم بيه الوقت من المدرسه. ها اوامرك. خش بقى يلا. حاضر. عايز حاجه يا خالتي؟ يا حبيبتي ربنا يرجعه لك بالسلام. الله يخليك يا حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه. الله يسلمك. مالك عم زكريا مصايم كده ليه؟ ده ما بقالوش ساعتين تلاته خارج. على قد ما انا فرحان لهروبه على قد ما هو قاطع فيا غيابه عني. خد 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 روق. ما انت ياما ورد عليك ناس كتير ذهاب واياب. صحيح. ورد كتير كتير يا شعلان بس عبد العزيز ده انا ما لقيتش زيه. ربنا يكرمه ووسع رزقه ويديره على قد نيته يا رب. وانا ما حلش محله عم زكريا؟ حل ويا ريت تحل عن سماها كمان شويه حلوين دول شاكين على السيجاره كده. عم زكريا وانا اللي اقول ان انت حبه. توكل دلوقتي مع دماغك شويه بس. الله يسامحك عم زكريا. اللهم صل على النبي يا باشا. ايه الابتسامه الجميله دي؟ الله اكبر. هو انت عندك عيال؟ اخوك العبد لله الفقير عنده ثلاث بنات اروى ومروه وجودي. عشان كده في عيلتنا مسميني ابو البنات. بس خلي بالك البنات دي برضه كلها رزق. هنا يا باشا دي الاسعار كلها نار يا باشا. انت بتشتري ايه يا باشا؟ الاسعار مولعه نار. يا باشا ما هو مفيش استيراد ولا في تصدير برضه. بس خلي بالك بقى يا باشا ها البلد ديت
هتقف على رجلها تاني، واللي جاي احلى. مش العين عليها حارس يا باشا؟ امال ايه؟ خلي بالك يا باشا، احنا طول عمرنا ماشيين ببركه ربنا. امال ايه؟ انت فاهمني ولا ما تديني كلاكس يا باشا ولا حاجه؟ ايه ده، عجبتك العجله دي؟ هذه هي الدراجه. ايه يا باشا، بقول لك ايه، بسم الله ما شاء الله، لعب وحاجات وحبشتكنات. ايه ده، مش هو ده جراندايزر؟ هو الراجل ده بتاع القفا الملتهب؟ طخ. ايه يا باشا الحلاوه دي؟ الخواجه ده ابن حرام يا باشا، بيعمل الحاجات دي في الافلام وبعدين يرجع يمهلنا تاني. ما هو من دقنه وفتله. البت اروى بنتي طول الليل قاعده قدام الكرتون نتورك وقدام محطه الاسبيستون، ما بتنامش غير الفجر يا باشا، واخده صحيه عشان تروح المدرسه الصبح، ما تقومش غير بضرب الجزمه. حكم انا بعمل دوره مدارس الصبح، حاجه كده تساعد على المعاش بتاعت الحياه يعني. امال ايه يا باشا، حياتنا صعبه يا باشا. باشا 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 يا باشا، وتاخد لهم المصاصه دي يا باشا، انا بناتي بيحبوها قوي يا باشا، بيعشقوها، بيقول لك فيها بخت يا باشا، وهي على كده ولا فيها بخت ولا فيها نيله. خلاص وعاد في بخت، ما بقاش في بخت زي بتاع زمان يا باشا. عايزك تلفني دي كده لوحدها للوسط. ليه انا؟ هديه مني لبناتك يا سيدي. يا باشا بس ملوش لازمه يا عم، ولا تلف ولا تنايل، خلي الكيس ده بفلوس تدفع على خير. استنى مش مؤاخذه. سجن ياما، ما انا جيت لقيتك عامله سجن لنفسك اهو. اعمل ايه بس يا ابني؟ الدنيا ما بقاش فيها امان. انا هعملك كل الاكل اللي انت بتحبه، وهاكلك بايديا زي زمان. بدري كده مش عادتك يعني؟ ابدا، حد امارس دور الاب بقى واطمن على كل واحد. خد ايه ده؟ فلوسك. وبعد كده عايزك لما تيجي تطلب تطلب مني انا، مش من امك. ايوه بس دي 10 جنيه بحالها. ما هي دي بقى اول 10 جنيه اكسبها من شارع عبد العزيز، ده بعد ابوك الله يرحمه مسافر. خد بقى يا جدع، خد، انا اخوك الكبير هتعمل لي فيها ضيق. خد الله، انا كنت بعزم معاك الصينيطه يا ابني احنا صغيرين. والله ده انت عوضتني عن العمر وهمه، وشفت الدنيا في عينيك، ومعاك جبت الولد ودقت الحب وحلاته وكلت الشهد من ايديك. عارف اني عشقتك ولا لا يا ولد خالي؟ ليه دي الحياة هي حلوة قدامك؟ ممكن أطلب الطلب، اطلع بر سيبني الوحد بعد دقيقتين. انت على طول علي، مش هسيبك ولا دقيقة، أنا جنبك هنا وهطل عليك كل لحظة، فاهم؟ ولك الشكر، كتبت لي عيشة جنب اللي حبيته، وعطتني فضل أكتر من اللي حلمت بيه بكتير. بس وحياة حبيبك النبي، لو إنهم زي الموت
عايزاك تكتب لي اني اشوف الاحلام اللي اخترها، وانا ما طلبهاش كتير، نفسي كل يوم اشوف عبد العزيز وحبيبي عبد الرحيم. غير هدومك بسرعة عقبال ما اعمل لكم الغدا، واوعى تعمل دوشة عشان ابوك رجع من السفر ونايم. بابا زيزو الف حمد وشكر ليك. كده على طول؟ يلا يا عم. ماشي يا سيدي. يلا حبيبي يا لبن. هو انت تقلت كده ليه يا قط؟ انا كنت باكل كتير عشان اغلبك. غلبني انا؟ انا؟ تغلب مين يا قط؟ اغلبك انت. طب العب اسمك. يا ابن اللذين هجيبك. هات بصري بصري بصري. وحشتني قوي. انت كمان وحشتني قوي. بني قوي قوي. قد ايه؟ اكتر ما انت بتحبني بكتير. كذاب والله. انا بموت فيك. تعرف انا جبت لك ايه؟ ايه؟ استعجلتش على رزقك. استعجلتش على رزقك. ايه ده كده يا معلم؟ دي حلوه قوي. كم تتعدى عمر ما ممكن يحلم بيها يا حبيبي يا بابا. وخليك ليا يا حبيبي. حبيبي. صحيح انت كنت فين؟ ما قلت لك يا مضروب كان مسافر. ايوه يعني كان مسافر فين؟ كان مسافر سويسرا. سويسرا يا مضروب. سويسرا. يلا يا امي. بسم الله. والله وحشنا اكلك يا امي. مطرح ما يصير يمر يا حبيبي. خد يا حبيبي، خد امسك بايديك. قولي يا اما بقى الدنيا عامله ايه؟ بالك انت لما كنت في سويسرا. لا يا اما انت هتذلني ولا ايه؟ ولا بذلك ولا حاجه. الله صحيح انت كنت بقى في سويسرا البلد ولا سويسرا المحطه؟ كل يا حبيبي كل. اهدى كل جرح قلبك. وأخبار الشارع ايه يا أم؟ شارع عبد العزيز؟ انت لو رحت دلوقتي مش هتعرفه. اللي فوق بقى تحت واللي تحت بقى فوق. عارف الدنيا. بس والله انت جدعة. عملت تغيير شامل في قلب الشقة. ايه يا تغييرات؟ ده انا عاملة لك الحمام بالسيراميكا. ايه؟ سيراميكا؟ سيراميكا. يا سلام. ولا البنيون؟ بنيون. بتضحك. بتضحك. الواد ده انا مش عارفه اتفاهم معاه. تتفاهم معاه لما تقول له بانيو وسيراميكا. امال اقول له ايه؟ ده السيراميكا ايه؟ بتلالي وتلالي وتبرق وتلالي. هتعجبك يا حبيبي والله. بانيو بانيو وسيراميكا. سيراميكا. الواد بتتريق عليا ولا؟ بتتريق عليا. ركز في البانيو مش كده السيراميكا. يا كل يا حبيبي. تسلم ايديك يا امي. من هنا والشفا مطرح ما يسر يمر يا حبيبي. الحمد لله. طيب انا اتوكل على الله بقى عشان اروح لاياد. اتوكل على الله. اتذكرت حاجه يا ابني؟
معلش يا اما لازم اخلص موضوع المحامي ده لحسن قلب لي دماغي. ربنا يفتحها في وشك يا ابني ويحبك خلق وقدر يا كريم. بقولك يا عبد العزيز. ايوه. ما تنساش تحلق دقنك كده عشان اشوف وشك اللي زي القمر ده. قمر بالستر. حاضر يا اما. يلا يلا يا مضروب يا بوص لساني انت. امسك حبيبي. ايوه حبيبي انا مش شايف حبيبي. عبد العزيز طلع والنبي لاضت بقى زي الفل هتلق وتحلى ان شاء الله. اذا 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 كتل اسطوطة تقول لي نايمكوا هنا. قوم اكتب هو يا ولدي تقول لي نايمكوا هنا. اطلع اكتب هو وتقول لي نايمكوا هنا تحت المنصب. ها؟ يكونوا في اتنين نايمين وتعبانين وشاهنين ما ينفعش ان انت تعملي عليهم كده. ما ينفع اعمل عليهم ده نايمكوا تحت انتوا هنا. وانت كمان ايه ازعجناك ولا ايه؟ بس ابوك على اليوم اللي مش فايق. طب اعملي له الكافيه بتاعه. كافيه في عينك انت هو اصلحه. جرى ايه يا بنت الكلب؟ لا انت ما بتعرفش ابوها بيدي يا شبرو. مين ابوها؟ دي مش متربيه وتستاهل يا ابني. يا عم ما تغلطش في ده انت لو شفته جاي من الداسيه هتستجري تعدي من الداسيه الثانيه. يا ابني اقفل النواسي كلها وما يعديش طالما مش محترمه. شبرو صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. انت كنت ناسي افكرك. كنت فاكر انا الشيء. طب يلا اصلحوا بقى افتكروا بقى بعيد عني بقى عشان افتكروا بقى افتكروا بقى. يا الف نهار ابيض يا الف نهار مبروك. الف حمد لله على سلامتك يا زيزو. الله يسلمك يا مريم. والنبي يا زيزو انا كنت مستنياك بفارغ الصبر. يا رب بقى تعقل صاحبك وتقول له انه عنده ابن لازم يشتغل عشان خاطر يعرف يربيه. ما اليوم ما بلاش والنبي شغل القرص ده اتكلي على الله. الواد عايزك اجري اجري. شاهد يا زيزو كل ما اكلمه في حالنا ومحتالنا وهنعمل ايه وهنسوي ايه يقلب لي وشه زي كره كفر كده. ده اللي فالح فيه. مش فالحني غير في الاعتصامات وبس. ما تقولش اللي عمله عمله بالرميه في الشارع. خلاص يا مريم انا جيت خلاص هقتله فوهدتي. الهي ربنا يخليك يا زيزو. الهي يطعمك ما يحرمك يا رب. خلاص انت هتشحتي. ربنا يحرمك من هبل منك لله. انت السبب في الجواز وجع القلب ده. لو تصدق بالله لولا البنت دي كان زمانك هايم على وجهك. ده انت ضايع يا ابني. هايم على وجهي. اقول لك على حاجه. كل اللي حصل لك ده خير وانا فرحان فيك عشان تعقل كده وتبتدي على نضيف. خير ايه يا ابني؟ بقول لك سفلتوني يعني اتقشفرت خلاص. اللي عملته راح فضلش منه غير 20% ويا ريته سالك. ده معظمه متجمد. وتقول لي خير؟ ايوه طبعا خير. على الاقل انت انسلخت من النظام الفاسد اللي خلاك جزء من دوله عميقه وفرحان لي بنفسك وفاكر نفسك عايم على وش البحر. لا يطفو فوق اسطح البرك الاثنه الا اقذر الطحالب. طب ما انت من اقذر الطحالب يا اخويا ما طفتش ليه؟ عشان احنا اصحاب. يا تكنيله للاسف. اقول لك على حاجه. العشرين في المية اللي مش عاجبينك دول يخلوك أغنى من 70% من سكان مصر. 70% من سكان مصر تحت خط الفقر مش لاقيين ياكلوا. عبد العزيز اسكت يا عم. سمى سمى سمى. اقعد كر الكلام اللي انت حافظه ومش فاهمه. يا ابني الكلام ده خلص من الستينات. ده ضحك على الدقون. يعني نظام بص العصفورة. افهمك ازاي انت بس. كلمت المحامي؟ كلمته وهنروح له بكره. طب يا اخويا خليك انت في البرك الاسنه بتاعتك دي. اخد لك نفسيه. طيب انا خدت الولاعه. طب ماشي بس دي ب2 جنيه. انا الحالم انا الناقم
أنا المحبط، أنا المتفائل، أنا الدرويش أبو الدرويش، صلاة الثورة ما تفوتنيش. ويا غلبي تشتري معاه علم، تشتري علم تاخد معاه ليزر، سامعني يا حاج؟ بينظم ضربات القلب، بينشط الدورة الدموية، بيخلي حماتك راضية عليه، الليزر السحري، الليزر السحري، يقرب البعيد، يبعد القريب، فاهمني يا حاج؟ خد معاه العلم ده هدية تحيا مصر، ولا أنت ما بتحبش مصر؟ عبد الحمود، أنت فاكر تروح تاني يا عبد الحمود؟ خد مني أنت بتستخرب مين هو اللي قال الليزر ظهر من 30 ده قالوا في ايام الهوجة ابن النصاب هوجة وانت ليك دعوة بالهوجة انت رايح فين يا عم محمود خد بص يا حاج بص يا عم محمود ده جهاز كشف كده تحطه على مراتك على اولادك على عيالك تعرف البخفية في البلد دي اشتريت؟ خد ليزر ومعاه ليزر هدية اسمعني يا عم اخي خليك تجيبوا الصور عليا النعمة تفتح معايا الوش تفتح معايا الوش تفتح معايا الوش تفتح معايا الوش انا بقول لي كده طب انا اقول لبيبي يعني ولا ده خلق يا عم انت لسه عايشين يا ولاد الكلب اهو 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 كفاره زيتو كفاره نورت الشارع والحاره كفاره زيتو كفاره نورت الشارع والحاره هاتلي يا عطية تلات حتت اي جي 90 عيني اي جي 90 وحتتين اي 82 82 وهاتلي يا اخويا تابلت جي بات 4 احلى جي بات 4 وعايزة بقى اللي سي دي 32 بوصة يا واحدة بقى اكتب اللي سي دي 32 بوصة 32 بوصة ها وهاتلي غسالة 6 كيلو غسالة 6 كيلو وتلاجة 14 ادم ده انت تأمريني 14 ادم هوا اجيب المفتاح واروح اجيب لك الحاجه وريني يا اخويا كله عندنا في المخزن روح هتلاقي بقى كل الحاجات اللي عايزها في المخزن اسمع اوعى تجيب من عند انديل هات من اي حد تاني زي ما جبت المره اللي فاتت حاضر يا نادي هوا ده المره دي لما بتيجي بتسحب الهوا كله اللي موجود في المعرض تخنقني مقريشه يلا بس ما تاخرش اهلا يا حلوه ماشي يا معلم منوره عروسه اتفضلي اتفضلي حاجه يزيد فضلك يا اخويا هات لي عناب عشان الضغط يا اخويا مش متظبط ده بعد الشر عليك يا ركبي والنبي يا اخويا من الصبح بلف على كعوب رجليا لما الدوالي نقحت عليا ربنا يشفيكي ويشفينا اهلا اهلا بقول لك ايه اجيب لك يا اخويا حبايه زرقاء ولا خلاص قلبك ما بقاش يتحمل زرقاء ده وليه ده قديم قوي دلوقتي الذهبي والاسود الصيني ده الموضه موضه اجيبه لك تجيبه لك اجيبه لك انت يلا في ايه
الحق يا معلم. ايه؟ عبد العزيز رجع الشارع. والله زمان يا ابني. يا ابن عبد الرحيم. يا عزيز. اهلا يا ابن عبد الرحيم. نورت الشارع كفارة. السجن للرجالة يا معلم شرشابي. ما قلناش حاجة يا حبيبي. نورت. جاي زاير بقى ولا طاير؟ قاعد حاطط. حاطط ولا نسيت يا معلم شرشابي؟ لا انا بس جيب بالي يعني عبد العزيز ايه اللي هيجيبه في وسط تجار عبد العزيز؟ ها من فات قديم وتاه. واعمل حسابك انك هترد حتة من قديمه. الفلوس اللي ليه عندك. فلوس ايه؟ هي ناقصاك؟ اقف في الطابور يا اخويا معاه. ده الدايرة قد كده جت منك انت كمان. يلا. عاوزي بقى معايا شويه بدل من قاعده لوحدي كده زي قرد قطع. بتصحيني من النوم عشان اقعد معاكي انتي؟ هقعد اتسامر معاكي انتي يا معفنه؟ قومي قومي من جنبي. ما انا بواسيكي اهو واقعد معاكي بدل ما انتي وحدانيه. لا عايل ولا تايل ولا جوز ولا موز. امشي اطلعي بره يا ولاد انتي. امشي اطلعي بره وروحي اعملي لي فطار. ده حتى الجوزين اللي اتجوزتيهم واحد اتكل والتاني رقد على البرش. الا انت بتقطميني يا وليه انت؟ انت صاحيه تنكدي عليا؟ اطلعي بره اطلعي بره واعملي لي فطار. زهقتيني في عيشتي. حاضر هقوم اعمل لك الفطار. ايوه. لا 28 حتة متنوعة كده مختلفة ماركات مختلفة. مش عايزين نكشف السوق. لازم بضاعة تبقى حاضرة عندنا كل الأنواع. اسمع بس الكلام ابعت على طول ما يهمكش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ماشي مستني أنا بقى البضاعة. ما تغيبش عليا. يلا بالسلامة أنت. ألف سلامة. أيوة يا أستاذ. هو مش ده معرض الحاج وهدان؟ وهدان مين؟ أنا البلعوطي. إيه البلعوطي يعني؟ انا المعلم بلعوطي مأجر المعرض ده. امال الحاج وهدان راح فين؟ وهدان مين؟ وهدان الله يرحمه. لا اله الا الله. انا وانت مأجر هنا؟ مأجر المعرض ده من صاحب العمارة. طب طالما بقى مأجر من صاحب العمارة وزيتنا في ضيقنا، انا كان ليا عند الحاج وهدان فلوس واكيد انت خدت المعرض. لا 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 ما تكملش. انا مأجر المعرض ده على الفاضي. اما بقى اذا كان ليك يا باشا عند الراجل فلوس عليك وعلى الورثه دي. ولو اني ما انصحكش لانهم عجنته بكح تراب. شرفت يا استاذ. وقلت لي اسمك كريم ايه؟ بلعوطي. بلعوطي. ايوه. سلام. يا عديني فيكوا شر الجايين. يا ساتر. ازيك يا عم خليل؟ اهلا استاذ عبد الله. ازيك يا عم خليل؟ الحمد لله بالسلامه. ازي حالك؟ ازي حالك؟ اتفضل. اخبارك ايه؟ دلوقتي يا عم خليل انا كنت عايزك في موضوع من كله. غير ما تتكلم. البضاعه بتاعتك لسه عندي زي ما هي في كراتينا. يا نهار اسود. يعني انت ما بعتش حته واحده طول الفتره دي يا عم خليل؟ السوق نايم يا ابني بقاله سنتين والبضاعه قدمت وما بقاش عليها طلب. كويس قوي انني قادر ادفع الايجار. طيب انا هبقى تاخد البضاعه دي اي وقت. براحتك وقت ما تحب. سلام عم خير. سلام. مع السلامة يا ابني. يا دكتور أدري أنا والله ما عارف أقول لك إيه. ربنا يكرمك.
عقبال كده ما ناخد معرض شرشابي ونعمل مول كبير ان شاء الله. الله يخليك، ربنا يفرج عليك يا رب. انت عارف ده لو حصل انا هجيب ديك رومي اذبحه وافرق تلته على الغلابه. ماشي يا دكتور، مع الف سلامه. مع السلامه. معلم انديه، معلم انديه مصيبه، معلم انديه مصيبه وحطت على دماغي الشارع كله. معلم انديه في ايه؟ وانت عليك بالذات يا معلم. في ايه؟ زيزو خرج من السجن ودخل على المعلمين بتاع الشارع بيطالب بفلوسه. بيطالب بفلوسه؟ اما تبقى تدوسه مسوسه. ايه يا عم الحاج؟ ايه اللي ايه؟ ليه عندك فلوس يا عم بضاعة بقالها 3 سنين؟ برنس انت مالك؟ عايز افتح معرض واشوف اكل عيش لقطة من اول السطر. ايه بقى كده يا حاج؟ ماشي. ازيك يا قدر من القرف؟ ازيك يا معلم عبد العزيز؟ عامل ايه؟ الحمد لله، وحشني والله. انت فين يا؟ اهو خلصت هندسه ودخلت الجيش. دخلت الجيش؟ اه. انت في اجازه دلوقتي؟ جدع يا. ايه ده؟ خلصت هندسه؟ خلصت هندسه. هتطلع ايه؟ اكيد. ايه يعني؟ باشمهندس. هو كل اللي بيخشوا الجيش بيدخلوه هندسه. بقى استاذنك انا عبد العزيز بيه. انت فين؟ انت ايه؟ هنا ليه؟ انت ايه بقى ال لا انت وانا ليه؟ لا انت ايه؟ مش خلاص خرجت بقى؟ عايزين بقى تقب وتشوف. انت مالك؟ مالي؟ انت مالك؟ اه خرجت انا. انت مالك؟ مش هبدلك احلى ليله وحيدك وكفاره وكده؟ كفاره زيزو، كفاره نورت الحاره والحاجات دي كلها. عايزين بقى تشقشق وتلعب معانا بقى. كفايه 3 سنين عجاف بقى. كل سنه وانت طيب بقى. الراجل ده احسه اتبح هتافات وايوه بدات ضد البورتج والحاجات دي. 3 سنين واقفين في الميدان، احنا ولود الميدان. خلاص بقى كفايه بقى واقفه في الاتحاديه بقى والاليوبيه والسلام السلام 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 وسبيكو والنهضه وسد النهضه. خلاص. ولا للحريه ولا للعنف ولا للحب ولا لتحرير المراه ولا للحد الادنى ولا لساعات العمل ولا البروكراتيه المقنعه. الديمقراطيه. البروكراتيه اللي هي الاتحاد الصحي. مين ده؟ يا جدع فوق بقى، حرام عليك. والصيدلي بيقعد يقول لي انا مش فاهم هو عنده ايه، مخيخ في الفصيصي. ارحمني بقى. ايوه مين ده؟ مين يا جدع؟ ده زيزو، ده زيزو الحلم القديم. زيزو يا جدع، زيزو شبره صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. ده زيزو عبد العزيز، وان كنت ناسي افكرك. وان كنت فاكر انسيك. هو يعني هتلعب؟ هتلعب دي، هتلعب وتبقى بلبل. بلبل؟ اسعى اسعى اسعى. هات يا سيدي. شكرا. خد ده ضمان الغسالة. الضمان بتاع الشاشة بقى موجود جوه العلبة جواها يعني. سلام. صبرنا على السلامة. افراس عيوني معلم. امسك. الله يسلمها الديات. والله هيك كتير يا معلمي، ليش هدول؟ يا عم زاطت نفسك كده وشبرق نفسك ولا يهمك. الله يسلم الديات. شلون اختي ميرنا؟ طمني. ايه؟ ميرنا؟ ميرنا زي الفل. تسأل على ميرنا ليه؟ في حاجة؟ لا يعني بس حبيت اطمن عليها. لا يا حبيبي اطمن عليها قوي، مالكش دعوة بميرنا خالص انت. انت مش هقول 200 جنيه؟ مالك امال ميرنا؟ هاكلها ولا هعضها؟ معلمي عايز ايه؟ اليوم شفت الشافعي عم يحكي مع عطيه على باب محل الشرشابي. بدكم مع بعض؟ يا ابن الصرمه يا شافعي. طب ماشي، اتكل على الله. انت بس السلام عليكم. اتكل. بقول لك استنى، مش معاك ال 200 جنيه؟ بلا. وانت ماشي فوت على القهوه، حاسب الحساب كله القديم، في حساب قديم قوي يعني، حاسبه كله. امرك. بعدين اديك تاني. اهلا 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 يا معلم حبيبي. لا 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 لا. ايه مالك مخضوض ليه؟ والله لا والله لا يا خبر ابيض، لا القلب هيقف. حبيبي. ازيك يا عم منديل؟ حبيبي. اخبارك يا عم منديل؟ يا حبيبي
ألف حمد لله على السلامة. اقعد يا اخويا. الله يسلمك يا حبيبي. اقعد يا اخويا اقعد. الله يبارك لك. الله يخليك. اللهم صل على النبي. سبحة. وده ايه بقى التغيرات الجامدة دي؟ انت اشتغلت في قناة الناس ولا ايه؟ لا اشتغلت في قناة السويس. على فكرة انا علاقاتي كويسة قوي دلوقتي بالقنوات. تحب اشغلك في قناة البي بي سي؟ لا. شغلني في الدبليو سي. ما عندي. ايه الدنيا اتقلبت كده ليه؟ في ايه؟ ايه ده يا عم منديل؟ ايه الشغل ده؟ وبعدين انا شايف ان بقى في لهجات مختلفه. الامم المتحده دي ولا ايه؟ ولا ده لزوم المشيخه اللي هبت على الشارع؟ الله الله الله. وانت تكره يعني ان الشارع يبقى مؤمن وفي نفحات؟ ايه يا مولانا، هو كان كافر قبل كده ولا ايه؟ استغفر الله. الله يصلح حالك. ايتو هو شرشابي ماله فيه؟ شرشابي خلاص. يا لا اله الا الله، ناديته النداه وركب شخاليل. الواد ابنه مشي في السوق يلم الفلوس بحسه وطلع بره على بنت لطفي. خلاص خلص الشرشابي. انما انت مالك خارج منحوق علينا كلنا كده ومنمرنا زي المحشي؟ والله وحشني، وحشتني يا عم منديل، وحشتنا ايامك. الله يخليك. تعرف ان انا طول ما انا في السجن وانت هافف عليا عمال اقول انديل انديل انديل. اصل انا بحب الرمرمه. ما الرمرمه دي هي اللي لطتك ودخلتك اللومان، عشان انت استعجلت ركبت المركب اللي بيروح بيها ما بيرجعش تاني، فهمت؟ اما انا بقى ماشي جنب الحيط راضي باللي بيجيلي الحمد لله. يا سلام، هو انت خليت موجه ما ركبتهاش انت وشرشابي؟ ما انت كنت قاعد تحت الدور تتمنى الرضا يرضى. ما كل حاجه بتتنسي على ام كلثوم، والموجه تجري ورا الموجه عايزه تطولها. لا وانت السادح، كله في الاخر بيحدف على الشط ويحصل بعضه، والموج بيفضل عالي في البحر بس. المهم نتكلم جد بقى شويه. ماشي. صلى على النبي وعلى الصلاه والسلام. على الصلاه والسلام. دلوقتي العبد الله انت عارف خارج مشفط على الاخر، صح ولا لا؟ طبعا. ده يعني ما اقدرش اتكلم فيه خالص على راي الست ليلى مراد. كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه. وبعدين عندك فلوس انا، صح ولا لا؟ طبعا ليك عندي فلوس. ليه عندك 300,000 جنيه؟ عايزهم؟ طب عايزهم تعمل ايه؟ هم موجودين جنب اخواتهم بيولدوا. استثمار. يعني انت هتديهم لي بفوائدهم؟ لا فوائدهم ايه؟ عشان في الربا ولا ايه؟ انا اصلا مش هديهم لك خالص. مش هديهم لي اصلا. عسل انت يا عم منديل. الله يخليك. مثل يحتذى به. الله يخليك. ايه اللي مش هديهم لك وبمزاجك؟ ليه عندك 300,000 جنيه وعمال تقول لي كلام جميل وكلام معقول؟ خلاص هز طولك وهاتهم يا اخويا. وانا اعمل ايه يعني؟ بقول لك السوق نايم، مفيش سيوله. ايه اللي مفيش سيوله؟ مفيش سيوله. ده انت قرب يجي لك سيوله في الدم وبقيت خفه. يا من شر حاسد ان اذا حسد. ايه الكلام ده؟ ما تجيب احسن العروسه الورق واقعد خرمها وعلق في رقبتك فول نابل. يا عم بقول لك عايز فلوسي، عايز فلوسي، هز طولك وهاتها. بقول لك ايه؟ هو انت مسنوق قوي قوي؟ وانا اقول طرت اقول احلبوه. حاضر، والله تصدق صعبت عليا، انا الدمعة هتفر من عيني. ماشي يا عم، خد. ماشي نفسك دول. ماشي نفسك ايه؟ كام دول؟ دول 23,000 جنيه ونص بس حتوف. نعم يا اخويا. اقول لك ليه عندك 300,000 جنيه تديني 23 وتعض في الباقي؟ طب ما تشوف الفلوس اللي انا صرفتها انت في السجن، روح اسال ماما. ولا ماما ولا بابا. بقول لك ليه 300,000 جنيه تجيبهم؟ الله، معكش فلوس هات بيهم بضاعه. اجيب بيهم بضاعه تعمل بيها ايه؟ هخللها يا اخويا. هجيب برطمان واحط فيها البضاعه وشويه ملح وقرنين فلفل واخللها. مالك؟ وقع على دماغك ولا ايه؟ الله، انت بتقول لي دلوقتي انا عايز بضاعه. هتحط البضاعه دي في ايه؟ هحطها في معرضي ياكل عيش. معرضك يا عم؟ معرضي ياكل عيش. نفتح معرضك؟ صدق بالله انا كنت فاكر ان انت جاي تبارك لي. على ايه بقى ان شاء الله؟ ما انا خلاص اشتريت المعرض بتاعك.
وازاي ابيع المعرض بتاعي يتباع من غير ما اعرف؟ انا كنت بطلع العقد بيع. اهدى بس يا استاذ عبد العزيز. ثاني هيقول لي اهدى. اهدى يا عبد العزيز، خلينا نتفاهم بالراحه. انا ما قصرتش في حاجه، وانت عارف ان البنك كان حاجز على بعض الممتلكات ومن ضمنهم المعرض. وقلنا نتفاهم مع البنك ونجدول. حصل؟ حصل والبنك وافق، بس الظاهر ان كان في حد بينخرب وراك وعينه على المعرض، لان بعد ما التزمنا مع البنك في اول 4-5 اقساط، الضرايب عملت علينا قضيه تهرب ضريبي وشمعت المعرض. يا نهار اسود والنيل، وما قلتليش ليه؟ اقول لك ازاي وسط المهازل اللي انت فيها؟ وبعدين كنت هتعمل ايه اكتر من اللي انا عملته؟ احنا عملنا تظلم والضرايب اغتصبتنا واخدت علينا حكم ابتدائي. وانا عارف ان الحكايات دي حبالها طويله وان شاء الله في الاخر هتتحسم لصالحنا واستأنفنا. وبعد ما اخدوا حكم ضدنا طعنا قبل ما ينزلوا المعرض في المزاد. يا ابني وما اتصالحتش مع الضرايب ليه بدل المتاهه دي؟ انت غبي. ونسد ازاي يا ابن الحلال؟ اذا كان الخمس اقساط بتوع البنك ضلعوا الحاجه والدتك وشفطوا السيوله اللي انت كنت سايبها كلها. وبعدين الحكايه دي فيها التفاف، لانهم كانوا لازم يستنوا قرار المحكمه البت بعد ما قدمنا الطعن. طب والعمل يا شريف؟ خلاص عبد العزيز انتهى من الشارع خلاص؟ انتوا مش معاكوا عقد ملكيه للمعرض؟ طب وايه يعني؟ مقنديل معاه عقد ملكيه هو كمان. خلاص احنا في زمن اللي يقدر على التاني، والقانون ما بقاش يعمل غير الاقوى. استنى بس يا عبد العزيز. ايوه يا كريمه انت يا وليا. ايه خير؟ في ايه؟ فزعتني انت. تفزعي؟ ده انت تفزعي بلد. حضري الفطار عشان انزل اشوف المعرض اللي خرب ابنك ده. تقعد سنه تصبحني وتمسيني اللي خرب ابنك اللي خرب ابنك؟ طب ما هو ابنك زي ما هو ابني. بقى يعني هو انا اللي كنت نزلت المعرض ولا انت؟ ها؟ ده انت اللي كنت مهلسه معاه. ها؟ على راي المثل ابن اسم الله اخد الله. بعد الشر انت تدعي على الواد في غربته؟ كل حاجه تحصل تعليها على شماعه الواد. وبعدين يا اخويا ما حدش عارف الخير فين، مش يمكن يمايل دماغ البيت وتكتب له نصيبها في المكتبه؟ اوو يا ما جاب الغراب لامه، غور يا وليه هات الفطار، يلا. طب ما تزقش. افسع 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 استك وارجع ورا. كل واحد يا حاج اقف ياض اقف، كل واحد يطلع الورق ويراجع بالصف. كل واحد يراجع وريني. ايوه تمام، وريني الورق. كل واحد وريني السيفيس بتاعه. السيفيس بتاعه ما لهوش ختم الناس، ما لهوش ختم الناس. امشي يا امشي يا اقف. تمام. هم يا معلم جعور العيال قدامك ومتظبطين ومحازيين وواقفين وعلى سنجة عشرة. شاكرين لك يا شبرو، ردها لك في الافراح ان شاء الله. ده على اساس ان اقول لك العيال دول اوائل الجامعه وخريجين جامعه وفرز اول والواد ماشي عرقنا. ماشي خلص شغل يا شبرو وابقى اشوفك ان شاء الله. عرقنا. اتكل على الله بشوفك يا شبرو. عرقنا. يا عم اتكل على الله ما تقعدش تجنني معاك، عندي شغل. اتكل على الله يلا. عرقنا. يو ده انت لازقه بغيرها يا شيخ، يخرب بيتها واللي جاب ابوكم. داسسهم فين؟ استنى لما اشوف الفلوس يا اخي. داسسها خد بالك شكلها سرقت مني بوشك القفش. عرقنا. اكل داسسها هنا. استنى يا عم الحاج. خد حلال عليك. عمر ابوك ما شافها دي في يوم من الايام. ايه يا عم دفنها مع العمر كله. عرقنا. روح اتكل على الله. بوشك الوحش ده. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد المجيد علي عبد المجيد كحول. كحول يا معلم. وانت شايفني مش عارف استقرا؟ تعال قول لي ايه مستنداتك وشهاداتك وسنك وخبرتك وعمرك ومنين عرفت عن الاعلام ده؟ تمام يا فندم، انا عرفت عن الاعلام عن طريق واحد صاحبي. انا سني 26 سنه، خريج خدمه اجتماع. شهاداتي اي سي دي ال وسوفت سكيلز. ايه السوفت سكيلز دي؟ انا ما سمعتش حاجه عن كده. اتكل على الله اقعد على اليم كده لما اشوف الباقيين. اقعد. محمد فوزي محمد فريد الاطرش. هو انت في حد من عيلتكم كان في الاف ام ولا ايه؟ ولا خالك كان في الاف ان؟ ولا ابوه. امال مين محمد فوزي محمد فريد الاطرش؟ طب قول عرفت عن الاعلام منين؟ انا قريته في الفيسبوك يا استاذ. ايه الفيسبوك ده؟ الفيسبوك ده الفيسبوك ده؟ فيسبوك يا استاذ. انا ما اعرفوش ايه الفيسبوك ده؟ كل مصر عندها فيسبوك. امال اشمعنى انا ما عنديش فيسبوك؟ نجيب لك يا استاذ. طب قول يلا قول عرفت الاعلام منين؟ انا خريج سياحه وفنادق وعندي 35 سنه وخبرتي 12 سنه في شغل فنادق والمنتجات السياحيه. طب وانت جاي هنا ليه؟ انت شايفني فاتح بورتو جعوره بنبره في الشارع ولا ايه؟ يمكن تفتحه على ايدينا يا استاذ. يا عيني تصدق انت صعبت عليا؟
وعشان كده انا معايا واحد قريبي في البلد فتح بازار خلاص، فانا ممكن اكلمه وتشتغل عنده في اي بنجل كده، في اي حاجه تبيع تشتري تمسح الجزات اي حاجه في الدنيا. يلا خليك على جنب كده شوي، اقعد هنا، اقعد جنب قريبا كده. ابراهيم مصطفى سيد ابو سالم. ايوه يا مستر. سني 25 سنه، خريج كليه هندسه قسم باور، بتاع الماجستير وعضو في جمعيه اي 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 اي. طب يا ولد زنق نفسك ليه كده؟ ما احنا عندنا الحمامات ورا، يلا الحق نفسك بدل ما تعملها على نفسك ولا تعملها علينا. روح يلا اعمل الحمام هناك، روح اعملها وتعالى. لا يا مستر معلش، دي مؤهلات. مؤهلات؟ صدق يا ما عجبني منها فيك غير كلمه مستر دي، والله عجباني فيك. وعشان كده اعتبر نفسك من النهارده انت تعينت ب 450 جنيه. ماشي، وانا ممكن ازودهم لك، اعمل لك اللي هو الحد الادنى للجوء، ينفع معاك 700؟ عاجبينك ولا مش عاجبينك؟ عاجبني يا باشا، عاجبني يا طب مستر. خش. طب يلا خش كده، اتكل على الله، امسح الباترينه وافتح كده ورش قدام الباترينه. يلا خلاص يا معلم، يلا غور. يلا يا رجاله، يلا اتكلوا على الله، كل واحد يروح لحاله. يلا كده جبرنا، اتكلنا على الله. يلا هو ايه اللي تتكلوا على الله؟ لو سمحت بس ممكن اتكلم معاك؟ انت موقفنا طول اليوم طابور طويل عريض واخد من كل واحد فينا 20 جنيه عشان خاطر الحوار في الشنك ده. يا اخي حرام عليك، وبقى انت هتحس بينا امتى؟ مالك انت يا ده عم تتكلم كده وعم تبلعط في الكلام بالعيط؟ بلا بتبلعط بلا بتاع. انا لو سمحت ال 20 جنيه بتاعتي واخدها اروح عشان ما حلتش غيرها. صدق يا اخي انت برضه عم تصعب علي. انت عم تعرف تشتغل تركب عجله؟ انا بعرف اركب عجله. خلاص خش جوه هدي لك 450 جنيه. الله الله، ايه يا حبيبتي ده؟ لا 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 لا، ايوه ايوه، فك الهدى فك الهدى بالراحه بالراحه. ها ها تعطعت تعطعت صابت بالصابت يا حبيبتي، لاني بالصابت دي صوابع ملبن على ظهري. الله ايوه ايوه ايوه، يما يما يما، السلسله السلسله ايوه. واحده واحده، فقره 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 فقره، خليني زي الشوكولاته، خدي فقرة اديني فقرة. نيجي نعمل زي الشوكولاتة، انت تاخدي فقرة تديني فقرة. لا لا لا، العصوص انزل انزل على العصوص. ايوه العصوص حبيبي، العصوص بس الاول العصوص. ايوه بالراحة العصوص، بالراحة العصوص العصوص بالراحة، ما حلتيش غير يا حبيبتي، والله ما عندي تاني. منيح منيح، يا نهار اسود قلبته منيح 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 يا حبيبتي، ده منيح منحنح معجون بالنحنحة. شو هاي نحنحة؟ نحنحة تقبرني كلماتك اللي بلا معنى. المعنى في بطن الشعر، قصدي في بطن التاجر. تقبرني يعني ايه؟ تقبرني هاي يعني إذا حدا بحب كتير حدا بيدفنه. يا ساتر لا يا حبيبتي، ربنا يطول في عمرك. اصلا كان قصدي يعني تبقرني. لك حبيبي ثواني بسوي لك فطور. ايه بسرعه ما بتاخر حبيبتي، بتاخر علي. ما بدك كبه نيه؟ لك يا حبيبي الكبه النيه هي ما حدا بياكلها على الصبح. انا بدي اسوي لك تبوله، فتوش، منقوش، سودا، بدي بصر رمان. ده سودا، فنكوش، بقوش، كعتوش، وبعدين ايه الدبوس اللي في الاخر ده؟ يعني مش فاهم، هتجبسلي رجلي. لك حبيبي الكبه النيه هاي بتتاكل على الصبح، انما السودا هاي مثل ما تقول عندكم كبده، والدبس الرمان انت بتذوقه وبتعرفه، انما بقى المنقوش هاد مثل الفطاير بس. حبيبتي بسرعه ما تغيبيش علي. لك تقبر قلبي حياتي، ثواني بسوي لك الفطور حالا. ما تغيبيش ثواني يا ابو فطار. بتوحشني؟ رجعت تلاقيني موت. بسرعه يا حبيبتي. يا رب. انت فين يا مهنديل؟ العدل عدل والحق حق، والظلم ظلم، وجت ساعه الحساب. حاسبه يا نجم. امسك وندر فول الكلام دول، مش وندر فول خالص، دول 30 جنيه يا عمال. 30 جنيه خدت منك 3 بتل 25 وواحده 45 واثنين ابيض. ما خدتش ابيض؟ لا ما خد. بعد اذنك يا نجم، وابو ليت كسرهم لك على الشاي. وابو فيوم تخدته ولا ما خدتوش؟ انا صحيت زي الفل، انت اللي بتاخده. بعد اذنك يا نجم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ودي عاملها حجاب لا مؤاخذه ولا اعتبرها ذكرى من البنك من البنك المركزي؟ ما انت ساحب ثلاث صلاه لحد دلوقتي. ده ايه يا عم؟ هم شراكه ام كلثوم على فكره، الشريط بتاع بوش واحد، ام كلثوم بوشين، لا بيكيف ولا بيعمر. يا عم خلاص ما عادش تجيب من
عندي تاني، هات من حته تاني، هات من عند منظر يا عم. وبعدين انت دماغك بحوق فيها كام؟ يا ده انت دماغك مصفحه. ولا مصفحه ولا مدرعه يا ابني، انت لسه جديد في الشارع ده، انت ما تعرفش ده بيد، ده اللي بيعلم شبره، ده نجم الكفاح الوطني، ده مطرب الثوره، عارف اغنيه 25 يناير باتوا في شهدايه يناير؟ هو اللي مغنيها ومالفها وطبيعتها. انت بتحب صفر ولا ايه؟ مصر هي يا امي منها هو دمي شمسها في سماري. معاك ايه؟ انا زي الفل يا باشا، زخروف نضيف يا بطل، زخروف نضيف. كتوش يا وبعدين يا صدور. انا زخروف نضيف يا باشا، دو زخروف نضيف يا بطل. دول 30 كرتونه بالتمام والكمال يا عبد العزيز. حاجه تانيه؟ ربنا يبارك لك يا عم خليل ويكرمك. اسمع يا خليل، خد 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 خد، تعال خد، تعال تعال. انتوا بتجروا من ايه؟ احنا مش بنجري، الشارع هو اللي بيجري واحنا واقفين. احنا واقفين نتفرج على خالي ربنا، وانت اللي جاي بقبل عليه ده. طب يلا حملوا البضاعه دي وتعالوا ورايا. يلا تعال خد يا ابني انت. خد تعال خد 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 خد، انزل يا ابني. يخرب بيتك يا ابني، البضاعه اهي اهي. يلا كل واحد يحمل عربيه. يلا تعالى شوف المصيبه فين. يا ابو تعال، اسمك ايه؟ انا اسمي زعتر. يلا خش حاول معاهم كل اهي ان شاء الله. عايزك تنطور لي البضاعه دي وتعمل لي بيها منظر في المكان. ايه ايه يا عم عبد العزيز، ده محل المعلم منديل. لا منديل بلا منديل، روح قول للمعلم بتاعك يجيني يا حبيبي. توكل على الله معلم. اعمل بوسطه، اعمل بوسطه، اعمل بوسطه، اديني وانا هدخل جوه يا راجل. معلم معلم، اقفل التليفون اللي فيك ده. معلم اسمعني، زيزو دخل المحل بالقوه وقعد فيه. ازاي الكلام ده؟ ليه؟ بلطجه ولا صلباطه؟ ولا خارج من السجن فاكر نفسه ادهم الشراوي؟ بقول لك ايه؟ اتصل بالبوليس على ما اوصل له. يا سلام، ازاي يعني؟ ام عمم والبوليس معاه محمول ولا نمره عاديه؟ ايه خلاص؟ محدش فارق عينيكم؟ يعني ايه حاجه راجل تاخدوها منه؟ ايه بلطجه ولا ايه؟ ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ ما قريتش كتاب علم الادب اللي يقف قدام المعلم زيزو يتكلم بادب؟ انت مين انت؟ انا بلعوتي. ده على اساس ايه حبايه وطلعت ولا اول مره تلبس قميص؟ ده كلام. يلا يا عم، يلا يا عم. ايه ده؟ ايه اللي تعامله ده؟ ايه اللي تعامله ده؟ فهمني. وربنا قال لك كده؟ ربنا قال لك الاخ ياكل لحم اخيه وهو ميتا؟ انت بتعمل ده ازاي؟ يعني عافيه؟ يعني ملطجه؟ فين الوصول يا عبد العزيز؟ المحل محل يا منديل، وعبد العزيز ما تحطش الوصول ابدا. لا عديت الوصول بشارعين ثلاثه يا حبيبي، ومخليه يهودي اسرائيلي احتلال يعني. قاعد على قلبك يا حبيبي اهو، وبقيت حقي هاخده. اتحققني قدام الناس؟ انت لسه خارج من السجن يا اخي، جتتك ما تستحملش ترجع له تاني. سبت الشارع ده كله ودي بس اللي حلك في عينيك دافع فيها دم قلبي يا اخي. محدش يقدر يرجعني السجن يا اخي. حكومه حكومه ايه؟ حكومه فيها معلم منديل يا باشا. الراجل ده دخل العيد بتاعتي وقعد فيها قدام الناس كلها. محل محل يا باشا، وقعد الحيازه. مين حضرتك؟ عبد العزيز عبد الرحيم. اهو شفته؟ استنى بقى يا باشا اهو. ده ملكية تاني بتاعتك اللي من الاول يعني. فين بقى دولة القانون؟ انا عايز دولة القانون. بص يا باشا، ها والله انا بالنسبة لي العقدين سلام، والله اقدر اعمله محضر اثبات حالة ليكم انتوا الاثنين، والقضاء هو اللي يفصل بينكم وبين بعض. اه جات لك ميري يا حبيبي، توكل على الله. يلا يا ابني. ماشي يا حبيبي، هنشوف مين اللي هياخدها في الاخر. ماشي يا عبد العزيز. بقول لكم انتوا الاثنين مش عايز اي دوشه في الشارع ولا مشاكل، يا تتصالحوا بهدوء يا ترفعوا على بعض يا واد، واللي هيكسب هننفذ له الحكم. ماشي يا باشا. مش عايزين نولع دماغ. ماشي
معلم مالك فيك ايه؟ اغور من وش دلوقتي؟ الو ايوه امس باشا الحال يا باشا عبد العزيز دخل المعرض واستولى عليك. بقيت هيتعمل فيك كده؟ اشحالك مصاحب يسر الجمخ. ازيك يا عماد؟ صباح الفل حبيبي. تستاهل. قلت لك انا من الاول كنت كلمني وكمان خدوا الموبايل. يا خيخه كويس لو عقب هدومك يا حلو. خش يا زغبي نخس شويه بقى. حاضر بخلي بالك انت بس. لا يا راجل قلت لك بلاش بطل بقى هتروح في داية. ماشي يا سيدي حاضر. اي ماشي طب اكلمك تاني. صباح الفل يا باشا. انت بني ادم انت داخل على طابونه؟ انا مش قلت لك اتبرد تحت المكان اللي انت داخله؟ هو صحيح مكانك وانت مش ضيف بس برضه. أنا آسف يا نسبيه. شوف يا يسري أنت جاي لك تكليف من الدكتور. ده فضلت أمورني. حبيبي في مجموعة من الليبراليين على الشيوعيين على النصارى أعداء الشرعية قال إيه عاوزين يعملوا وقفة احتجاجية قدام قصر الاتحادية فإحنا عايزين حد يساعد الجيش والشرطة. إحنا كلنا فدا الشرعية. اخرج يا يسري اشرب حاجه بره ولما تجهز كلمني عندي شغل مهم. يا كريم يا رب قول يا عم بلغ. عدد واحد بوتاجاز. واحد بوتاجاز 1650. 1650 ها. عدد واحد ال سي دي صغير. 1400 جنيه. 1400 جنيه ها. عدد واحد مكنسه شفط وطرد. شفط وطرد 450 جنيه. كل ده ب 450 جنيه. هاي يبقى ده يا سيدي حسابك ده 0.4 ايوه 3500 جنيه بالكمال والتمام. اتفضل يا معلم. اذا اتفضلك يا ابني ربنا يزيد والنبي ربنا يديها نعمة واحفظها من الزوال يا رب. يا رب. زمها يا كريم. مساء الفل يا عم شرشابي. اهلا اهلا اهلا. طيب روح هات لنا بقى اي حاجة ساقعة عشان نضايف. يلا. اهلا يا جدع. ما تغيبش. ماشي حاضر يا نايم. اهلا اهلا يا صالح يا ابني. ازيك يا عم شرشابي؟ نورت الدنيا والشارع. لا نور حضرتك والله نور الشارع. إيه؟ والله الحمد لله. الحمد لله. ده راجع بقى تقعد على طول ولا جاي زيارة؟ لا ابدا انا خلاص رجعت. بصراحة كده المدام ما استحملتش الغربة فقلنا نيجي نستقر هنا. أحسن يا ابني بدل ما انتوا سلسال هارب على طول وهاجج على برة. قول لي ما بتكلمش أختك؟ لبنى يعني ساعات بتكلمني على الواتساب. على إيه يا أخويا؟ الواتساب. أهي دي بقت حياتكم تويتر فيسبوك واتساب حتة حديدة لها شاشة دي بقت العلاقة اللي بين الناس وبعضها والقرايب. معقولة يا جماعة؟ عارف ابوك الله يرحمه؟ الله يرحمه. اول ما طلع الموبايل ده ولا المحمول ما رضاش يمسكه ابدا. كان اما يحب يكلم حد يروح له يخبط على بابه. الزمن اتغير بقى يا عمي. يا ابني والله معاك حق الزمن غير الزمن. قول لي منظرك كده راجع من هناك عامل خميره وناوي بقى تقلب المكتبه بتاعت ابوك معرض وتنافسني.
لا خميرة ولا بيرة. ما انت عارف يا عمي ان انا ماليش في التجارة. الله، امال هتعمل ايه في المكتبة؟ والله ما انا عارف، يا ريتها حتى كانت تمليك، كنا اجرناها ولا طلعنا بينها باي مصلحة. لا 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 استنى، الكلام ده بقى ما ينفعش. انت هتجيلي البيت شوية نقعد نتكلم على رواق. برضو ايه؟ عايز ايه يا ولاد؟ عايز ايه على طول خضعني كده؟ هو انت مفيش كلام بيحوق فيكي؟ يا اختي ابوك هيجي طايم عشتي. عايزين نعمل ايه يا ولاد انت؟ نقعد نرغي ونجيب في صوت الناس؟ ولا اقعد اتفرج معاك على حريم السلطان؟ وندخل شفايفنا بالمره انا وانت عليه؟ اموت وانا بتروحي فين كل ليله؟ وانت مالك؟ ده انت وليا حشريه. اقول لك على حاجه؟ اصل انا بروح اعدي على المشايخ بعيد عنك يرقوني. اصل انا راكبني عفريت. بسم الله الرحمن الرحيم. عفريتك تطلعيه وتاخديه معاكي شويه. لا لا خليهولك خليهولك. طب برضو مش هتنزلي غير لما العفريت قصدي ابوكي يكلمني ويقول لي هتنزل. يا وليه حموتك حموتك. عارفه لو ما بطلتيش تعصفري لي في ودن ابويا هعمل فيكي ايه؟ ايه؟ هاكل ودنك ياما. ها؟ وهقطع رجلك من البيت ده. ابقي وريني هتاكلي محشي فين. يا تخينه. اوعي. تخينه يا بنت الشر شابي. معاك 200 جنيه؟ معوش يا نجم، معوش يا نجم، اتكل على الله. وبكره تشتري الساحة. تعال اهو عبد العزيز بيضحك. موبايلاته ايه؟ زيزو بيضحك. بس جات وردات وانتر. زيزو بيضحك. الله الله الله. تعال يا نونا يا صغنى نن. انت مين؟ مش دي فترينة الجعر جعور؟ انت بتعمل ايه هنا؟ مظبوط اموري. ايه اللي اموري؟ الامر لله يا نونا يا صغنى نن. لا 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 لو سمحتي ما اسمحلكيش ان انت تتكلمي معايا بالطريقه دي. تسمح لمين يا واد مدفوق؟ اعرف انت بتكلم مين. هكون بكلم مين يعني؟ انجينا جولي. ماشي يا حبيبي ماشي، مش هقسى عليك بس عشان صغنى وقدامك مقتبل العمر حرام عقدك. معلش يا ست الكل معلش، احنا اسفين. اوعى تكوني زعلت مننا. وده ايه ده الاخر ده؟ ده زميلي ابراهيم، انا وهو لسه شغالين جداد عند المعلم جعوره. المعلم جعوره؟ الله يخرب بيت ام الثوره اللي جابت عليها وطيها دي. يا ابني انا جاي اهو افرش انت بس. عبد العزيز حل اهو. عبد العزيز يعني اكون فين؟ استنى ده انت مش ده ايه؟ تخلي بالك نفسك العربيه. لا 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 ايه ده ايه ده ده ايه يا سناء ده؟ اوعى تطلع بكلامك العجيب وتبوظ اللحظه. اللهم صل على النبي يا سناء، كبرتي وبان عليك السن. يخرب بيتك وبيت كلامك العجيب، في حد يقول كده؟ طب ده انا سني باسم ورايحه جايه في الشارع يهريني استويت ولا عطنت من الركنه ولا ايه النظام؟ لا ده انت زي الفل والفستان الاحمر وشغال على قديم. ايه رايك؟ تمام. احمر عندي 10 منه، كل يوم احمر كل يوم. ربنا يزيدك بقى يا سناء. هنعمل ايه؟ طيب انا بقى استاذنك ونبقى نتكلم بعدين. طب امسك اهو متحرش اهو اهو. لا بصي بقول لك ايه، اسمع انت. اسمعي تاني. قول. انا خارج من السجن عظم مكسر، يعني مفيش حيل، يعني مفيش طمع. طمع ايه يا مقشف انت؟ ما انا طول عمري واخدك معفن. حته كهرباء فيشه وسلك ومفك، ولا نسيت فيش سفك؟ هو ده انا اللي مكتشفاك، ده انا اللي منزلاك الملاعب. ما اتشلتش على نقاله غير لما بعدت عني. وادين يا ستة اهو اتكسرت ونزلت العب في دوري درجه ثالثه. ولا يهمك، شويه تسخين وترجع سيدي الكباتن. انا مش هخلص منك باين عليا. طب بقول لك ايه يا زيزو؟ الموبايل Thank you.
يا جماعة احنا متشكرين قوي قوي بجد والله متشكرين جدا. تسلم ايديكو ربنا يديكو الصحة. ده ايه الحلاوة اللي انتوا عملتوها دي؟ اجيب لكم عشا تاني؟ بسبوسة؟ كنافة؟ فطير؟ اي حاجة تعوزوها تأمروا بس اي حاجة تعوزوها. اصل المعلم الجمخ بتاعكو ده حبيبي طول عمره صاحبي ده حميني. اه والله ربنا يخليكوا انا متشكر قوي 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 الف شكر. بقولك عايزك تقفص لي المنطقه دي كده كلها واخد بالك، وبعدين اليافطه المعفنه دي المعفنه دي شيل خالص ماشي الكلام. انا في المعرض قدامك لو عوزتوا حاجه ابعتوا لي اي حد على طول. متشكرين جدا الف شكر يا رجاله الف شكر ربنا يخليكوا يا رب. الله 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 بسم الله ما شاء الله عليك يا معلم جنديل. انت مالك كده استغفيت على محل الراجل ده؟ انت استغفيت على الرصيف كمان. ايه على الرصيف؟ على الرصيف خدت الرصيف في حاجه؟ الرصيف اعمله كافتيريا. طب تعال اقعد يا جعير يلا يلا ربنا يكرمك وتاخد الاسفلت كمان. موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي وكل من دول نبي يصلي عليه. ايه يا زعتر ما انت جيت الصبح يا ابني وبخرت. لا هات جنيه كمان. جنيه كمان تعمل بيه ايه ان شاء الله؟ عشان اجيب بيه زبادي وقرصين طعميه. لا يا اخويا خد هات بالجنيه ده علبتين تونه مفتته اتفضل. لا ما بحبش المفتته. امال عايز ايه يا اخويا؟ بحبها قطعه واحده. قطعه واحده؟ بالسلامه يا زعتر والنبي احنا متضايقين. مش ماشي هات جنيه عشان اكمل. ما هو جنيه اهو. خلاص مش عايزه ده انت عينك صعبه يا عم روح بقى. مش عايز منك حاجه. ست كريمه هاتي جنيه يا اخويا وعن تراخى. مرحبا ست كريمه اهلا وسهلا. ست عطيه ازيك انت ست الكل؟ امال المعلم فين؟ المعلم ما جاش النهارده طول اليوم يا مصيبتي. ده ما جاش البيت من ليله امبارح. ازاي يا ست الكل ده مروح البيت؟ ما ترى له حاجه يا نهار اسود. دول أجدع شباب في مصر. الورد اللي فتح في جبال مصر. دول آخر ما انجبت البشرية. دول محرري العبيد سبارتاكو. شباب الهوة السحيقة والبنية التحتية والكهرة العريضة. ولن نرحل إلا بعد البقاء. لن نرحل إلا بعد البقاء. بس. الله يصلح حالك يا مصر. يا رب. يلا بينا يا اخويا. يلا. What?
نقفل المحل ده وكلنا هنخرج دلوقتي. ناس هتقف على الباب وناس حوالين الازاز، وهنستنى اشاره من المعلم سيسو لما يقول لنا ولعها نولعها. طب يا ولدنا ولعها نعمل ايه؟ يلا بينا. عايز يا سيدي؟ نجيب. ايوه. هتجيب الفلوس والعقد ولا خلوهم يولعوا لك في المعرض ويخلوا وشك بقى مش شلفط ما ينفعش لا طبله ولا طار؟ لا طار ايه؟ خلي دي مناظر، دي طار ايه؟ هم اللي انت جايبهم دول التتار بتوع زمان اللي في التاريخ؟ هم لا دول؟ لا دول المغول بتوع دلوقتي يا حبيبي. طب انت بقى انت عايز ايه طيب؟ عايز اديني وما اعبد. لو ما جبت اللي قلت لك عليها قنديل حالا لاكون مدمرك. ايه التدمير دي؟ لغه الحرب دي؟ ما احنا في الحرب العالميه الثانيه هنا. لا الحرب العالميه الثالثه. طب انت عايز ايه؟ العقد والفلوس. خف يا حبيبي. فلوس فين؟ اروح البنك. روح البنك. نعم يا اخويا. بنك. بنك. هو في بنك دلوقتي؟ عندك فلوس في البيت؟ في البيت. عندي فلوس في البيت. يبقى تروح تجيبها يا حبيبي. راح اجيبها حالا. استناني وانا اروح اجيبها واجي. بس اروح لوحدي واجي. وانت طول عمرك بتصدقني. انا عمري ما صدقتك في حياتي، عمري اصلا ما صدقتك. طب ما اصدقك انت؟ طب نص الرجاله دي هتروح معاك البيت. تروح معايا فين؟ انا راجل متجوز. وماله متجوز؟ المدام زي اختي. زي اختك انت؟ معلش. لكن اختي دول او يامنوك وتعمل لهم برضو عشوه حلوه، تجيب الفلوس وتنك راجع والباقي هنا معايا. انا راح. لا لا استنوني تحت. استنوني تحت وانا اطلع وانزل بالفلوس. انت مخضوض ليه كده؟ انا السكر. ماله؟ ما انا قلت لك حل. بقالي 3 سنين بقول لك حل. حل عافي. ما انت لو بتحبني ما تعملش فيا كده. في سكر عالي جدا دلوقتي. يعني عايز تروح دوره الميه؟ ايه؟ عايز تروح دوره الميه انت؟ لا خلاص. خلاص؟ ما تروح دوره الميه. لا خلاص، ما في حاجه سخنه حصلت كده. خلاص. طب خلاص يلا توكل على بقى وغير هدومك وهات لي الفلوس نص ساعه يا قنديل. تكون الفلوس حاضرة. حرام عليك يا اخي، حرام. عمري ما عملتها كده على نفسي. علي ليه؟ واتصل على تليفونك يا فندم. ايوه يا عندي خير. طب خلاص 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 يا عندي. في حاجه تاني؟ طيب في امان الله. يلا خير. الواد عبد العزيز رجع خد المعرض من قنديل تاني، جاب شوية بلطجية وعملوا قلبة في الشارع، حركة بلطجة مش هي. أنا رأيي فضلتك ننهيه ونخلص بدل ما يقف لنا زي مسمار جحا. لا 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 سيبهولي، خليه يتنطط ويتشقلب زي القردة بوزديري وإحنا نبص له ونضحك عليه. ما هو لازم يبقى فيه شوية شر، شوية وساخة صغيرين عشان نحس بالخير اللي احنا فيه. ايوه دكتور، بس ما تنساش ان قنديل من اهم رجالتنا في السوق. سيب لنا موضوع قنديل ده، انا هخلصه بمعرفتي. وبعدين احنا عندنا بدل القنديل 3600 قنديل في كل انحاء الجمهورية. طب هو
هقول له انا دلوقتي. انزل دلوقتي دور على محلات ومعارض في السوق واشتريها باسمنا وشغله فيها. انا مش عايز اي حته بضاعه تنزل غير عن طريقنا. ما احنا لازم نتحكم في جشع التجار القذرين، وكمان ما نخليش حد يتمكن مننا في السوق. ها؟ حاضر. في يا ابو حنين، يا ابو حنين، حرق ابو حنين واخد في وشك كده، ورايح على فين؟ ايه عايز مني ايه انت؟ انت رايح فين؟ انت مالك ومالي؟ بتشوف حالك تريك غير انا وزيهم. يا ابني شوف حالك انت، مالكش دعوه بيا. لما تيجي تقعد معايا عندي محجوب. اقعد معاك فين؟ عندي محجوب اخويا. لا محجوب ولا محبوب، مالكش دعوه بيا، توكل على الله شوف حالك انت. دخلت البرش اللي احنا كنا عليه يا عم زكريا. الله يحرق البرش اللي قاعد عليه. يا ابني توكل على الله، مالكش دعوه بيا انا. ده انت حبيبي. هات اللي بعده. فلوسك يا عبد العزيز بيها وديها بنفسك. ماشي يا حبيبي، توكل على الله. عد يا اياد كده، بقينا سته ان شاء الله. امسك انت وهو. ماشي يا واد حسن، دي نعمه ربنا. ادي اللي جنبك، كل يا اخويا ما تتعمعش. ادي الواد الصغير ده. يا اخويا تلاهي، هو انا في حاجه جابتني خلكم ورا؟ لاول مره في شارع عبد العزيز هتشوف زيزو بنفسك، هتسلم عليه وجه لوجه. فلوسك في جيبك تسدد دينك. وجهه يا نجم. اهلا اهلا حبيب بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. توكل على الله. العيال كانوا يا معدول اسال على ابنك الاول. توكل على الله يا حبيبي. هات يا حبيبي، هات وريني الامر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي يا زيزو. صل عليك يا نبي. قول يا زيزو. ايه يا جدع انت عامل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ايه هو انت تيجي عند الفلوس وتعيبها؟ ده عمه ما راحش بره. الله يسترك يا زيزو، لا يطعمك ما يحرمك يا رب. جدع انت يا مريم. يا ابني طلعت مبلول، الشك يوصل لليقين. خش يا عبد الطلع واجه نفسك. يا عم عبد العزيز، انا سمعت النمره اللي عملوها رجالتك امبارح في الشارع، قلت اجي لك بنفسي واجيب الفلوس احسن. انا ما بحبش المشاكل، تتعب لي القولون وتعمل لي حموله. تسكت يا عم اياد. ناقص يا عم طلع. لا مش ناقص، رجالتك شموها وعدوها بدل المره ثلاثه. فين الانصاف؟ ابعد من البلد ضاعه. توكل على الله. وش سلامه. تعالى يا حبيبي. ماشي يا عم. ماشي يا سيدي، بارك الله في المرازق. طب خد الواد بقى اكله ونيميه. يلا بالسلامه. انا هاتي بقى لخالتي عواطف، عايز حاجه اوعى ايدك. والنبي يا زيزو تاخد بالك منه بقى، لحسن المعذور بعيد عنك بيتكسف. يا بنت عيب ده اخويا. الهي تسلم، الهي يطعمك ما يحرمك يا رب. هات اللي بعده. انور عباد. عم انور عيب عليك يا انور، انا بقالي اسبوعين هنا. معلش يا زيزو، انت عارف يعني الحلقه جيم. الدنيا تلاه على طول معاك جيم. على العموم انا جبت لك صندوق بضاعه بدل القديمه. ما فيش كاشات ودنجا دنجا 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 نفع مستنفع. ماشي يا حبيبي. ما تديني واحده في خطوتين. ما فيش فايده فيك يا انور. ماشي يا حبيبي. حبيبي يا زيزو دخل اللي بعده. زكي على نفسك يا زيزو، اللي جاي من الاسفلت الاخضر. اتصدع، ارفع ايدك. معاك اي مخدرات؟ طب انت جاي تسترزع يعني؟ خش. لا لا ده لا، اديله 10 جنيه ومشيه. ده هجيب لك جزمة ليلة. طب شلني على كده. حاضر. شاطر يا زكريا، أنا بحبك أوي. وأنا بموت فيك. طب هات لي غزل بني. بس كده؟ حاضر، هجيب لك كل اللي بتحبيه.
ايوه خير حضرتك يا زين. انا ساكن هنا ابني في الدور الرابع بقالي 15 سنه. 15 سنه يا راجل، انت بتبيت ده من بقى من 12 سنه، اتفضل لا توكل على الله، مش ناقصين بلاوي. بلاوي؟ الله يسامحك. حسبي الله ونعم الوكيل. عامله ايه يا بنت يا موميا؟ الحمد لله وحشني. وانت كمان. وانت يا ساره في سنه كام دلوقتي؟ تانية ثانوي. يا ابو النبي. اه والله. بس ايه ده؟ انت صوتك طول قوي يا محبوب. لا لا يا شعان، انا عامل الاكل ده كله. لا يا شيخ. يا ولاد اللذين يا متشاطرين اهو. وانت يا اخويا كنت حرمني الاكل ده في السجن ليه؟ احمد ربنا اللي كنت بزورك اصلا. انت مغلبنا معاك، وانت كبير وانت صغير، ولا نفعت في صنعه ولا في تعليم. اوه عليك يا شعلان، انت اللي عامل الرز ده؟ اه والنبي انا بعمل رز احلى منه. لا لا يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه ده المستوى ده؟ ده انت راجل بتلف، يعني هقول ايه بس؟ غلوش 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 يا اخويا. يا سلام ريحة الفلوس حلوة يا اياد. بقول لك عايزين نجيب عربيه كده بدل الحته الربع نقل اللي احنا رايحين جايين بيها، بقى شكلنا عره. عايزين نظبط الشغل بقى، ادينا شويه بضاعه داخلين، عايز التخزن هنا في الحته القديمه اللي كنا بنخزن فيها دي على جنب. عايزين نرجع السوق بقى ونقب تاني ونقف على رجلينا. ماشي يا صاحبي، بس في حاجه انت ناسيها. ايه؟ انت اخدت فلوسك ومعرضك اه، بس انت لسه مش في الامان، واللي غدر مره يغدر التاني. وإن كنت خرجت منها المرة اللي فاتت وعرفت تاخد حقك، فالمرة دي هم عاملين حسابهم كويس أوي، ومش هتعرف تاخد منهم لا حق ولا باطل. كسر حقهم على بقهم. يسع يسع يسع، أستك وارجع ورا. يا شابو. علي زيزو، المعلمين اللي أنت بعتني ليهم عشان نسددوا اللي عليهم حصل لهم حجر عسرة، يعني معاهمش فلوس فادوني بضاعة مكان الفلوس. البلعوطي، أبو دياب، سيد حمدي، ميدو. عايزينها بقى تسقسع معانا وتشقشع، ما نشتغلش عند حد، ناخد المعرض اللي خدوه مننا على يافطه كبيره نكتب عليها عبد العزيز للانتاج والتوزيع. ايه رايك؟ هو احنا فين؟ في محل. محل ايه؟ ويلا. محل بتاع مين ده؟ بتاع ما بتتكلم ليه كده؟ روح ودي الحاجات دي جوه. انصرف يا شبرو. ايش انصرف. خد بالك بقى، الحكايه مش فتحه صدر ولا بالعافيه، الموضوع عايز مخك النظيف يشتغل. الناس دي لازم يتمسك عليها حاجه. ما تخافش، انا عامل حسابي ومتكتك صح. خد يا جدع انت اصبر، زلقتك في بطيقتي. تعالى هنا اقعد. عاملني فيها راجل؟ عاملني فيها راجل ومصدعني؟ ده بمشي الليل بسببك، ده بحلف بيك، ده مفيش مظاهرة ولا وقفة ولا اعتصام فردي ولا جماعي إلا بشوفتك فيه، ده مفيش ميدان ثورة في مصر ما عملتش فيه غاز إلا بلاقيتك طالع لي بالزبارة بتاعتك. بوب بوب، أنت إيه يا جدع أنت مخابرات؟ لا أنا بتاع غزل بنات. فين البنات دي؟ لا بس كانوا حلوين قوي. اه جبتهم كله. اه طيب بس بقول لك ايه، خلاص بصي عشان ده بيخبط هكلمك تاني. يلا حبيبتي باي. ازيك يا مجد؟ اهلا وسهلا،
مين حضرتك؟ يا الدرجة دي شكلي اتغير. أنا زكريا. زكريا؟ اتخرجت إمتى؟ لسه خارج. محتاج أسلم عليك وأشوف حنين. اتفضل اتفضل اتفضل. يا رب يا ساتر. اتفضل. اتفضل استريح. لكن ما قلتليش ايه اللي فكرك بينا بعد ما خرجت من السجن؟ الله، واحنا مش برضه اهل ونسايب ولا ايه يا مجدي؟ كنا اهل يا استاذ زكريا، لكن دلوقتي مفيش حاجه تربطنا ببعض. ليه؟ وانت مش برضه لسه خاله حنين بنت الوحيده اللي انت قتلت امها؟ لا اله الا الله، استغفر الله العظيم. ليه؟ بلاش نخوض في السيره دي احسن. تمام. عموما حنين مش بنتك. بأمارة ايه؟ هو الاب اللي خلف ولا الاب اللي ربى؟ الاب اب يا ماجدة، خلف ولا ربى برضو هيفضل اب. حنين مش عايز تعرفك ولا عايز تعرف اي حاجة عن سيرتك. للدرجة دي قسيتي قلبها عليا؟ انا ما قسيتش ولا حاجة. هي طالعة من نفسها ورثة الأسية منك. طب هي فين دلوقتي؟ عايز أشوفها. مش هسمح لك تشوفها. حنين ليها حياتها دلوقتي وعلى وش جواز، وظهورك في حياتها دلوقتي مش هينفعها. هي قايلة إن سايبها إنك سبتها من زمان وسافرت وهاجرت ومش راجع تاني. أرجوك يا مجدة، أرجوك ما تبقيش أنت والأيام علي. أهم عليك يعني. أنا بقالي 15 سنة مستني اللحظة دي. 15 سنة في السجن. بقاسي الحرمان إن أنا أشوف بنتي. أنت اللي عملت في نفسك كده، محدش عمل فيك حاجة. أنت ما كنتش كده. إيه اللي غيرك؟ الدنيا. الدنيا اللي عشت فيها لوحدي بعد ما ماما ماتت. اللي اتحملت فيها مسؤولية أكبر من سني بكتير. وماليش ذنب فيها. عايز ايه يا زكريا؟ سيبك من انا. انا راضيه باللي حصل لي. اني شلت فاتوره مش بتاعتي عشان احافظ على حنين. عايز تدمر بنتك؟ عايز تضيعها؟ لو انت عايز كده مش هسمح لك. حتى لو هعمل لك محضر عدم تعرض. انت لو عايز تدخل في سكه الفضايح يبقى هتخسر كل حاجه. حنين خلاص عارفه انه ابوها مجرم. أنا مش بتاع فضايح وأنت عارفة. لو كنت عايز أخش في سكة الفضايح كنت اتكلمت في الخمسة عشر سنة اللي فاتوا دول. أنا كل اللي طالبه منك إنك تعملي فيها معروف وتخليني أشوفها. مش هتشوفها. ولو سمحت تمشي من هنا وتنسى العنوان ده خالص. حاضر. بس ممكن قبل ما أمشي شوف صورتها. نفسي اشوفها بعد ما كبرت دلوقتي بقى شكلها ايه. فين؟ ده احنا قلبين عليك الدنيا من الصبح، وانت ما عرفتش ايه اللي حصل؟ يا عم انت في ايه ولا في ايه؟ احنا دارين بحاجة؟ المعلم شرشابي ما باتش في بيته من ليلة امبارح، ومحدش يعرف عنه حاجة لا حس ولا خبر. ما تتخضش، أنا هتصرف في الموضوع ده. ربنا يكرمك. ربنا يبارك لك في عمرك يا شيخ، ده احنا برضه مهما كان احنا اكتفنا من خيره. كتافك أنت يا حبيبي، وأنت أصلا ليك كتاف. أيوه صحيح، هو فين لحم كتافي ده؟ يلا بينا يا عطية لحسن العالي يسرق الباترينة. اتفضل.
وحشتني قوي قوي يا شعلان. وحشتك بجد يا سوسو. انت وحشتني بعقل، ده انا كنت مستناك تخرج بفارغ الصبر. طليق قرفني ومزهقني ومطهع عيشتي. ده مين ده يا بت؟ ده انا عبولك في شوال واجيبولك لحد عندك هنا راقع. ده انا شعلان ارباب يا بت، ملك الاسفلت. تسلم لي يا رب. كنت سألاني في غيبت يا سوسو؟ امال ده سؤال يا شعلان. امال الشقه دي منين؟ اه شقايا وعرق جبيني 28 محافظه لفاهم كعب داير. اه فرحين ثلاثه باليوم. انا مش شويه يا شعلان، انا مطلوبه. انا فيفي عبده المرحله يا حبيبي. خلاص مصدقك طبعا. طب ما تيجي بقى نكمل بيت كلامنا جوه. ايوه بقى. هاي انا شعلان. شعلان انا زكريا. انا عم زكريا. ايوه يا ابني. انا عايزك تجينا. انا مش عارف انا فين. ها تجيني فين؟ طب استنى لو سمحت. لو سمحت يا اخ لو سمحت. عمري يا حاج. عمري يا حاج. احنا فين هنا يا ابني؟ احنا عربيه على بركه الله. عربيه كبده على بركه الله. من عند عربيه على بركه الله. فين؟ مش عارف نبني فين. فين على بركه الله دي؟ السرايا. فندق السرايا يا حاج. فندق السرايا. اه يا حاج. عند فندق السرايا شعلان. اه تعالى لي يا ابني الله يرضى عليك. ايه؟ طيب حاضر حاضر جاي على طول. ماشي عم زكريا. حاضر اتفضل اتفضل. مين زكريا ده يا شعلان؟ راجل غلبان كده. انا بعطف عليه. وعايز ايه دلوقتي؟ مفيش، هما مشوارين. يديني ساعتين زمن وابقى قدامك. لا ساعة. لا توحشني. انت ما تتأخرش يا شعلان. يا حبه حبيبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. بحبك يا مضروب. اعمل لك كده سندوتشين كبده حلوين على مزاجك. حاجه حلوه. لا ملوش لزوم عند الله كده. هعمل لك يا حاج سندوتشين يا حاج. اعمل لك كبده ولا سجق؟ ماشي كبده. ده بعد هعمل لك الاثنين. ماشي كبده وسجق يا حاج. قوموا يا حاج. الله يكرمك يا ولا. الطبق يا ولا. يا ولا تعال. واحد فين؟ هوا يا حاج. اتفضل يا حاج. الله يكرمك. قوم يا حاج. نور يا حاج. نورنا يا حاج. يا نهار اسود والنيل. ما انا كنت عارف. والله عارف انك انت هنا. ايه ده؟ خبر اسود. شبي 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 قوم يا حبيبي. الدنيا مقلوب عليك بره. ما حدش عارف انت فين. قوم يا شرشبي. يا شرشبي فوق من الغيبوبه اللي انت فيها دي. شرشبي قوم حبيبي. قنديل. ايوه قنديل. اه قعدت استناك اقول ما اشربش البيره دلوقتي. اه فانا بقى شربت صندوقين بيره رميتهم واقول لا مش عايز اشرب الا لما حبيبي قنديل يجي يشرب معايا بيه. يا خبر اسود. يا خبر اسود ومنيل. سندوين وفاضل دول. اه يا نهار اسود. طب ليه بتعمل في نفسك كده يا حبيبي؟ ما انا استنيتك عشان تيجي. طب ما انا جيت اهو. لا مش انت اللي جيت. من اللي جه واحد تاني غير قنديل اللي انا اعرفه. واحد تاني جديد ابن 60 كلب واطي. رجعت لقله الادب بتاعتك تاني؟ ماشي يا عم اوعى تشتم ولا يخبط بقى في الكلام. انت المهم اخويا برضه وحبيبي وعشت زمان. عشره قديمه. انت اسمع انت اسمك فنديل ولا قنديل؟ لا مش فنديل. قنديل. قنديل. انا ايه اللي خلاني اتجوز المره ام الواد عاصم ابن الكلب الجزمه ده؟ ايه 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 السبب يعني؟ طب انا اتجوزت ليه كمان ام البت دي؟ ليه سنه ليه؟ مش كده مش كده. ما انا كنت ما اتجوزتش خالص. كنت طاير بجناحين. زي العصافير. انسى اللي فات. مش هينفع يرجع. ام كلثوم بتقول لك ايه؟ وعايزنا نرجع زي زمان. قول للزمان ارجع يا زمان. الايام دي فاكر كنا نيجي هنا في الخن فاكر ونشرب بقى بالدرمن. ايوه ونسمع ام كلثوم كل يوم خميس في الشهر. اول شهر نغني واحنا نقول الايام دي. ده انا هفكرك بحاجه. ايه؟ اغنيه انت كنت بتسمعها
وتسح دموعه تعيط تعيط. انا ايوه انا امي ماتت ما عيطتش. لا عيطت في الاغنيه دي ليه؟ يمكن فكرتك بامك. اقول لك كان ايه؟ كان اسمها يا سي ايوه لسه فاكر قلبي يديلك امان ولا فاكر كلمه حتى ولا فاكر اللي كان يا حلو. ما نجيب ام كلثوم هنا بكره ونجيب بيره تاني وهي تجيب فرقتها ونقعد هي تغني واحنا نسهر. تعمل لها حفله هنا. هو انت ما تعرفش الخبر؟ ايه؟ ام كلثوم ماتت. لا لا انت كداب. ماتت. ام كلثوم ماتت. ماتت. والله العظيم ثلاثة ما تقولش كده. ورحمة أمي ماتت. أنت أمي ما ماتتش، أمك أنت ما ماتتش، أنت كداب. لا لا لا. طب أنت بتعيط ليه؟ بتعيط ليه؟ أم كلثوم ماتت. ماتت يا حبيبي، ماتت. إيه ده؟ اللي تشوفه أنت معلم. يعني ده إيه؟ يرضى ربنا ده؟ اللي تشوفه يا معلم زيزو، أنت شايفه موبايلي بقى في إيديك موبايل مش هنعدل عليك إحنا. ودي إيه اللي جابها بره؟ دي السبعات. لازم تبقى بره الموبايل. انتوا بتكمروا السماعات من الموبايلات؟ انت بتسرع ده؟ انا مش حرامي يا معلم زيزو، انا مش حرامي. واسال علينا في شارع ابو عزيز كله، اذا كان في الشرف والامانه هيبقى شبر وبكره. انت عايز تحط واو ما بيننا مش هسمح لك. امال ده ايه؟ لا على فكره دي مطلعينها بره ليه؟ لانها كمان يرضي ربنا يا معلم زيزو. دي كماليات زائفه، احنا بناخدها عشان نبيعها بره الموبايل. رزق الغلابه. رزق الغلابه؟ هي جايه لوحديها حاجه كده زي السبوع بتتوزع كده في المولد. يعني هي دي مع الموبايل؟ يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل. طب بتحاسب علينا ليه؟ عبدالك ايه احنا طيب يعني؟ خد رص السماعات والبطاريات دي في العلب بتاع الموبايلات، واي حد ايده هتتمد على اي عده اقطعها له. معلم زيزو انا اقول لك من الاخر، الكلام اللي انت بتقوله ده ما ينفعش معانا. اقول لك على حاجه، سيب المعرض خالص واحنا نديره بمعرفتنا. بقول لك يا بنتين. خير يا استاذ؟ هو فين شارع ابو عزيز؟ هم قالوا لك فين يا استاذ؟ مين اللي قال؟ خالتي. خالتي شارع ابو عزيز. شارع ابو عزيز. ابو عزيز فاضل. عايزك وقت. هو انت اتنجيت في ودانك مش شايف؟ ما هو قدامك اهو. ماشي يا عالمي. شارع عبد العزيز ولا محل عبد العزيز؟ انا عارف بقى. الشارع بتاعه كله؟ الشارع بتاعه كله ما كانش نبقى حالنا. ما شاء الله. الله. اهو هنا. عبد العزيز فاضل. ده جامد قوي. ما شاء الله. اوبا اوبا. زيزو اهلا يا سيدي. ازيك يا عم زكريا؟ ده كفارة. ما شاء الله ده احنا طلعنا جامدين قوي يا شعلان. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. وحشت درسته امتى؟ مستر شكرا. شكرا ده احنا سوسنا. تمام. هناكل ولا ايه؟ ايه الحاجات الجامده دي؟